السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضيوفنا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وسرور. نرحب بكم في الجلسة 145 من جلسات مجلس الخنجي عبر زوم، وشكرا لحضوركم معنا اليوم. اسمحوا لي أن أرحب بضيف جلستنا اليوم، المهندس راشد السالمي، الرئيس التنفيذي لشركة إنسايت لأمن المعلومات، متخصص في أمن المعلومات منذ العام 2003، وقبل ذلك في مجال البرمجة منذ العام 1998. عمل في قطاعات الطيران والمصارف حتى العام 2010، وله أسهامات عديدة في قطاع أمن المعلومات بالسلطنة، وخاصة في مجال العمل التوعوي. في العام 2003 أسس شركة إنسايت المختصة بتوفير حلول أمن المعلومات للمؤسسات، وذلك وفق المعايير الدولية للسلامة المعلوماتية وبما يتوافق مع حاجات السوق العماني، حيث تغطي خدمات الشركة العديد من المجالات الخاصة بحماية البنية التحتية المعلوماتية مثل تدعيم أمن الشبكات وسلامة التطبيقات الإلكترونية وحماية البيانات. أسست الشركة مركز متخصص في العمليات الأمنية المعلوماتية منذ العام 2019، وتوظف حاليا أكثر من 60 متخصص في الأمن السيبراني بنسبة تعمين تقارب 90%. نرحب بك مهندس راشد ضيفا متحدثا معنا اليوم، ونبدأ جلستنا معك، وشكرا جزيلا لكم جميعا على حضوركم. شكرا اختي ريهام. اولا اشكر مجلس الخنجي على الاستضافه اليوم والتنظيم واهتمامه بالمواضيع اللي في كافه القطاعات الاقتصاديه، طبعا منها من اهمها امن المعلومات بالنسبه لنا. واليوم الحمد لله فتحنا الفرصه نتكلم عن موضوع جدا مهم في هذا القطاع، اللي هو موضوع العمليات الامنيه السيبرانيه او مراكز العمليات الامنيه السيبرانيه. هذا القطاع بدأ يشغل حيز أكبر وأكبر في من ضمن أمن المعلومات في الفترة الأخيرة، وما زال هناك يعني بعض من ناحية تخوفات ومن ناحية أخرى أيضا احتياجات أن نحن نطور من هذا القطاع أو من هذه الخدمة بالذات. فإن شاء الله راح أمر عليها بسرعة، هم خمس شرائح نحاول أن ما نطيل فيها. أنا خصصت 30 دقيقة لهذا الموضوع، وضع عيني إذا قررت أخلص في 30 دقيقة، الموضوع دسم جدا. أولا خليني أشارك بس بالشاشة على أساس إنه يشتغل. طيب أتوقع الشاشة ظاهرة للجميع. نعم واضح، شكرا. طيب شكرا. أولا بالنسبة لل عمليات الأمنية السيبرانية، هذه لها دور كبير اليوم في معالجة التحديات القادمة في قطاعنا. قطاع أمن المعلومات قطاع مثل ما تدرون حساس، ويعني تزيد أهميته يوم ورا يوم، خصوصا في ظل التغيرات الحاصلة عندنا في بيئات الأعمال، في العمل الحكومي، في جوانب أخرى من حياتنا اليومية، حتى استخدامنا الشخصي للأجهزة. زاد التحدي مع ازدياد عدد ونوع الهجمات اللي تتعرض لها المؤسسات والافراد. هذه الهجمات يعني دائما تكون هجمات سريعه، تستهدف يعني لها اهداف معينه، ويصعب ساعات التنبؤ بها مسبقا. فمن الضروري المراقبه المباشره للتعرف على اي محاوله للدخول لغير قانوني لوصول الشركة أو المؤسسة. فمبدئيا هي تهدف هذه المراكز في العادة تمكين المؤسسة من رصد وتحليل ومعالجة كافة العمليات الإلكترونية المشبوهة بسرعة، وهذا مهم جدا. خلينا نبدأ بهذه الجملة أولا على أساس أن نعرف. أنا بدخل بالتفصيل، مثل ما ملاحظين ما شاء الله الشاشة مليانة، فبدخل ببعض التفصيل. الرصد والتحليل له علاقه بان احنا نتعرف على وجود الهجمه، هذا واحد تحدي اول. التحدي الثاني بعد ما نتعرف على وجود هذه الهجمه، هل نحن عندنا امكانيه ان نحدد الجهات اللي خلف هذه الهجمه، وايضا وش نيه هذه الجهات، وايضا وش هي الاصول المعرضه للخطا في هذه الحاله. فاعطيكم على سبيل المثال، اذا حد دخل الى شبكه مؤسستنا من خارج السلطنه على سبيل المثال من دوله معينه، فنحن نريد نعرف اول شيء من هو هذا الشخص، وهل في اي جهه في هذه الدوله نحن نتعامل معها على سبيل المثال،
الشيء الآخر، إذا كنا عرفنا يعني نستخدم هذا، كيف عرف يدخل إلى مؤسستنا؟ هل هي طريقة قانونية غير قانونية؟ عنده اسم مستخدم، كلمة مرور وغير ذلك. وبعد هذا تجي مرحلة فهم نيته واتجاهه. ففي حالات معينة يكون هذا قد تكون عملية قانونية جدا. في كثير من مؤسسات في عمان تعتمد على شركات من الخارج توفير خدمات معينة أو يعني تقديم هذا النظر إلى أصول معينة في داخل المؤسسة، مثل المصارف على سبيل المثال، عندها تعاملات مع شركات مثل فيزا وماستر كارد وغيرها، فممكن يكون من الخارج. ما هي هذا مش المشكلة الأكبر هو أن نحن نعرف بالضبط وش اللي حاصل، يعني هذه الجهة اللي دخلت عنا وش اللي دخلت تسوي. طيب فالرصد والتحليل، وبعدين بعد كذا تجي المعالجة. المعالجة في حالات ما لها داعي، حال إذا كان الموضوع قانوني ورسمي ومنظم ما في أي إشكالية، ولكن الإشكالية تحصل إن لما نعرف إن هذا الدخول غير مصرح به أو هو مخالف لسياسات الشركة أو المؤسسة. في هذا الحال لازم المعالجة، ضروري المعالجة. المعالجة في العادة تتم عن طريق الفرق الداخلية بتلك المؤسسة، مش من المركز السيبراني. المركز السيبراني ينظر للتحليل والرصد، ولكن بجانب في جانب المعالجة هو شغلته أساسا توفير الدعم والنصح أكثر ما يكون التنفيذ نفسه، وقف هذه الهجمة، إلغاء المستخدم، وقف الاتصال الشبكي، هذه الأشياء تقوم بها الشركة أو المهندسين المتخصصين داخل تلك المؤسسة. فنحن هدفنا مرة ثانية هو إتاحة فرصة للمتخصصين بالمؤسسة من أنهم يتعافوا من أي هجمات، وأيضاً أن يضعوا برامج فعالة للحماية من هجمات الإلكترونية على أساس وقفها في المستقبل. نتعلم من أخطائنا، ففي كل مرة ينجح المخترقين أو يحصل عنا أي تجاوز نتعلم من هذه التجربة، ونحاول أن نحن نضع سياسات أو موابط لوقف هذا النوع من التصرفات بحيث أنه يكون تكون المخاطر علينا أقل وأقل مع الوقت. فنجي على مسألة الرصد والاستجابة اللي هي المخطط اللي تشوفوها. في فترة الرصد عندنا نحن نبدأ نجمع البيانات من البنية التحتية الأساسية للعميل. يعني احنا كشركة مثلا، أنا عندنا شركة مثلا شركة المعلومات، عندنا مركز عمليات سيبراني هذا تجاري، يعني القصد نحن نراقب بيئات غيرنا مش بيئتنا نحن الداخلية. فعندنا مجموعة من المؤسسات في القطاع المصرفي، قطاع البنية التحتية، نفط الغاز وغيرهم، اللي هي عندها اهتمام بهذا الجانب وتحتاج إلى خدماتنا في هذا الجانب. اللي نقوم بأولا إن نحن لازم نراقب البنية التحتية لهم، وبعد ذلك نروح في حالة إذا شفنا أي خلل في البيانات اللي توردنا من البنية التحتية، فنقوم بعملية الاستكشاف. بعطيكم مثال على أساس أبسط الموضوع. لنقول إن موظف في أحد المؤسسات هذه قام بتسريب بيانات للخارج، فهو اللي بيظهر عندنا إن في اتصال بينه وبين جهة خارجية، وإن في حجم معين من البيانات ينتقل. نحن غير معنيين بالمحتوى، ما لنا علاقة أبدا بالمحتوى، محتوى هذه البيانات. نحن لنا علاقة بالسياق المحيط بهذه العملية. هل الشخص اللي يرسل هذه البيانات للخارج، أولا هل هو يرسلها كمستخدم معرض عند المؤسسة هذه؟ الشيء الآخر، هل هو يرسلها في أوقات الدوام الرسمي؟ الشيء الآخر، من الجهة في الطرف الثاني، في أي دولة هذه؟ وش هي الجهة بالضبط؟ ساعات أيضاً نقدر نعرف من بعض البيانات في السياق إنه العملية مشبوهة بسبب البروتوكول أو أشياء أخرى ننظر لها نحن كفنيين عموماً. فمرحلة الاستكشاف لها علاقة بثلاثة نقاط أساسية: نحلل الاتصال الشبكي بين الطرفين، اثنين نحلل سلوك الجهاز اللي أنت تشتغل منه، هل سلوكه طبيعي أو لا؟ هل هذا الجهاز على سبيل المثال ملغم ببرامج غير رسمية، برامج ما تستخدمها هذه المؤسسة في العادة؟ هل هو يعني هل تم إطفاء هذا الجهاز فترة قريبة؟ هل تم تحديثه فترة قريبة؟ هل تم التلاعب فيه؟
فسلوكيات الجهاز هذا مهمة جدا. وأيضا عندنا تحليل سلوكيات المستخدمين، وهنا المستخدم نفسه طبعا نحن مع الوقت نعرف كل المستخدمين في أي مؤسسة كانت، نعرف كل قسم كل دائرة عنهم، وإيش طبيعة عملهم، وإيش الأشياء الطبيعية اللي يقوموا بها، وإيش الأشياء الغير طبيعية. على سبيل المثال أنا نحن نعتمد على بيانات إحصائية، فممكن أنا أعرف أن راشد مثلا يدخل في النظام يوميا الساعة ما بين الساعة 8 و 8 وربع، في يوم من الأيام دخل الساعة 11، فهذا الشيء يظهر عندي، أنا أعرف أنه هذا شيء ما طبيعي، في خلل في سلوكه، السلوك هذا مش طبيعي بالنسبة لنا. قد يكون استثناء ما عندنا مشكلة في هذا، ولكن القصد أنه ممكن نربط هذا مع بيانات أخرى على أساس نعرف أن العملية مشكوكة أو لا. بعد الاستكشاف نقوم بالفرز والتأهيل. الفرز والتأهيل يلا علاقة بربط البيانات المجمعة من سجلات الأنشطة. القصد أنه كل جهاز موجود عندك في البنية التحتية، منها الجدران النارية، أجهزة المستخدمين، هذه كلها توفر لنا سجلات غنية جدا بالبيانات، نعرف بالضبط من دخل وين ومتى وبأي مستخدم، يعني بيانات سياقية يعني غزيرة ممكن تساعدنا احنا ان نرصد الإشكالية بسرعة. بعدين لما نجي نربط هذه البيانات نلاحظ ان القصة تكبر، يعني ممكن انا اكون شاك في موضوع عندي نسبة تحقق 30%، عن طريق الفرز والتأهيل أنا ممكن أوصل إلى نسبة 80 أو 99% من التحقق بأن الكلام اللي أقوله صحيح. أنا كمحلل أمني أقدر أعرف أن العملية هذه مش فقط مشبوهة، هذه مؤكد أن هي العملية فيها تجاوز للسياسات، وأيضا أقدر أقدم التقرير على أساس الجهة المعنية تتخذ اللازم في أسرع فرصة ممكنة. نحن نتكلم عن إطار وقتي يمكن ساعة بالكثير، من ما بين نصف ساعة إلى ساعة لازم يكون خلاص التقرير واصل للطرف الآخر ويكون عارف إنه يقدر يتصرف فيها. نحتاج إلى بيانات معززة نحن نجيبها من أطراف أخرى عالميا. أعطيكم على سبيل المثال، أنا إذا سمعت أن في يعني في اتصال، إذا شفنا أن في اتصال مثلا مع شركة في فرنسا على سبيل المثال، هذه الشركة في فرنسا أكيد لها يعني تاريخ ولها معلومات أخرى نحن نقدر نجمعها نستجلبها على أساس أن نعزز أيضاً فهمنا للسياق، فنقوم بهذا الشيء أيضاً. نجذب أيضاً أدلة سياقية من أطراف ثالثة. طبعاً المحللين الأمنيين عندهم شغل الأكبر في هذه الحالة. فبعد الفرز والتأهيل نحن وصلنا مرحلة أن أهلنا الحادثة الأمنية هذه أنها تكون حادثة جادة، حادثة يلها مستوى خطر معروف أو مستوى مخاطر معروف. إحنا عندنا أربع تصنيفات، تصنيف العالي المتوسط منخفض، وعندنا تصنيف اللي هو باللغة الإنجليزية critical، باللغة العربية يعني نعرف مهم هو critical. فحسب التصنيف راح يكون التنسيق مع المختصين في دوائر أمن المعلومات أو في أقسام تقنية المعلومات. لما نخلص من فرز التأهيل يجي التحقيق. التحقيق هذا نقوم مع الطرف الآخر، لأنه في هذه المرحلة خلاص تقريباً الأمور خارج سيطرتنا نحن كمركز عمليات سيبرانية. تبقى المسألة مسألة قد يكون يعني أرجع للمثال اللي ذكرته قبل شوي، اللي هو أن موظف مثلاً يقوم بتسريب بيانات للخارج. هذا الموضوع قد يخص الدائرة القانونية في المؤسسة، قد يكون يخص دائرة شؤون الموظفين. قرار تصرف مع الموظف وحرمانه من صلاحيات معينة أو وقف اسم المستخدم ماله أو أي إجراء آخر ترى المؤسسة مناسب، هذا القرار خارج يدنا نحن، وما راح ننفذ أي شيء إلا بطبيعة الحال بعزم عنده. في معظم الأحوال هم بنفسهم يقوموا بهذا العمل. فالتحقيق الغرض منه انه جمع الادله، هو في الاساس احنا تسليم الادله ما بيننا وما بين العميل يكون في هذه المرحله. يعني القصد انه ما ممكن انا اقول لك والله روح حاسب موظف عندك من غير ما اعطيك ادله كافيه، اعطيك اليات واضحه لانك انت تثبت هذا الحق للمؤسسه. فهذا غرض التحقيق في العاده. المعالجه الاخيره طبعا تكون عند المؤسسه نفسها، اللي هو تنفيذ الإجراءات التي لوقف الهجمات،
تلك الهجمه بالذات، خلينا نقول اللي هو موضوع تسريب البيانات هذا، وايش الاجراءات الكفيله بوقف هذا الموضوع وتقليل الاضرار اذا كان في اي اضرار، ايضا وضع ضوابط متناسبه لمنع تكرار في المستقبل. هذه الاشياء كلها تبقى مساله حوار بيننا وبينهم، مساله خطوات معينه لازم يقوموا بهذه الخطوات. احنا بلغناهم عنها مسبقا، اخبرناهم وش الاجراء الصحيح في هذه الحاله في الاطار القانوني والاطار الفني اللي موجود معنا. بالنسبه ل كتبت كلمه سيسر هنا، وهذه القصد انا ما اريد ادخل في هذا الموضوع بتعمق، ولكن هذه في العاده هي مجموعات العمل الداخليه داخل المؤسسات. في مجموعات عمل لها علاقه بالاستجابه للحوادث الامنيه الالكترونيه، وهذه المجموعه نحن نتمنى ان كل مؤسسه يكون عندهم سيسر، ولكن للاسف في عمان يعني الموضوع هذا محدود الى درجه ما الى الان. التعافي الاخير طبعا وقفنا الاضرار، خلصنا هذا، عرفنا وش بنسوي في هذه الحاله. موضوع التعافي موضوع انه تحقيق اخر، القصد انه طيب احنا عرفنا ان سعيد قام بتسريب بيانات للخارج، لازم نرجع الحين نشوف سعيد كم مره في تاريخه قام بتسريب هذه البيانات. لازم نشوف ايضا من غير سعيد حاول يقوم بهذه العمليه ايضا. ولازم نشوف اذا كانت في اضرار او انظمه تضررت من هذه الاعمال، فنحن نجي لموضوع التعافي، موضوع استرداد اي بيانات مفقوده، موضوع استرداد الخدمات اللي تم وقفها في هذه الهجمه او غيرها. فعموما القصد في هذا الجانب ان في مرحله التعافي نحن نقوم بكتابه التقارير، توضع الامور بشكل رسمي بحيث انه الكل يكون على يعني وضوح، سواء كمقدم خدمة أنا بالنسبة لي واضح وين وصلنا في هذا الموضوع، الشركة المستفيدة من الخدمة أيضا المؤسسة المستفيدة يكون الموضوع واضح لها ولإدارتها، حجم العمل اللي تم وش اللي صار وش اللي تنفذ، وأيضا بالنسبة للمشرعين والجهات الحوكمة في السلطنة هذه أيضا قد يكون لها دور مهم في هذا الموضوع أيضا. في هذه الحاله نحن نوصل مع العميل الى مرحله مساعدته في التعافي وايضا مساعدته في كتابه التقارير. طبعا تقاريرهم راح تكون مبنيه اساسا على تقاريرنا نحن. العمليه هذه مثل ما تشوفوها في الشاشه، كل ما رحنا الى اليمين هي تخص محللي مركز العمليات الامنيه السيبرانيه اللي هو نحن، او في بعض المؤسسات عندها مركز داخلي للعمليات الامنيه المعلوماتيه. المحللين الأمنيين في جهة اليمين، وكل ما رحنا في جهة اليسار فالموضوع يرجع أكثر وأكثر لإدارة هذه المؤسسة ومسؤولي أمن المعلومات فيها. القصد أنه هنا خلاص تطلع الأمور خارج يعني مجالنا إحنا وتدخل في مجال العمل الداخلي بتلك المؤسسة. فأعتقد هذه إلى هذه المرحلة نحن خلاص غطينا بشكل جيد وش هي العمليات الأمنية السيبرانية. ندخل الحين بالنسبة للتحديات الموجودة. طيب إذا كان الموضوع جميل لهذه الدرجة ليش ما كل حد يتبناه؟ هو في أسباب كثير، أسباب كثير لهذا الموضوع، وبأمانة يعني ما بقدر أتطرق لها كلها، ولكن أنا أحاول قدر الإمكان أنه يعني أتطرق لأكبر عدد منها. أولاً الإطار السليم للتعامل في هذه الجهة إلا ثلاثة جوانب رئيسية. في امكانات معينه لازم تكون متوفره من المؤسسه، في موضوع في بعض الامكانات البنيويه اللي لها علاقه ببنيه المؤسسه، هل هي البنيه هذه لديها فيها مقومات فنيه كافيه ان نحن نقوم بالاستخبارات الامنيه، نقوم يعني هل انا اقدر مثلا اراقب حسابات المستخدمين، اراقب الانظمه نفسها، اراقب الشبكه. ففي في في احتياجات تقنيه لازم تكون موجوده، هذه تفصيلها موجود في داخل المربع، ولكن انا احس انه افضل ان ما ادخل في التفصيل بدرجه اكبر من كذا، ولكن لنقول ان هي لها علاقه بالبنيه التحتيه لجمع البيانات، ولها علاقه بمخازن بيانات التهديدات الامنيه، وهذا موضوع يعني في العاده يكون من خارج المؤسسه نفسها، هذه قواعد بيانات تشترى في العاده. في الجانب اليسار عندنا العمليات او اللي هي الامكانات الوظيفيه، لازم المؤسسه اللي تشتغل معنا في هذا الجانب يكون عندها امكانات وظيفيه. المقصود بالامكانات الوظيفيه ان عندها نظام لتحليل الانشطه، نحن نسميه سيم في قطاعنا. السيم هذه انظمه
تقدر تعاملها كقواعد بيانات على سبيل المثال، فهي قواعد بيانات لجمع كل سجلات الأنشطة اللي تحصل في الشركة أو في المؤسسة. يعني كل ما حد دخل في جهازه هذا يرسل له قاعدة البيانات هذه، كل ما واحد مثلا قام بالخروج من جهازه أو تخزين بيانات إضافية أو إرسال بيانات للخارج أو إيش ما كان، هذه المعلومات كلها ترسل لقاعدة البيانات. وبعدين عندنا أيضا تحليل الحالات وملفات الحوادث. مثل ما قلنا، أول ما نصد حادثة لازم يكون عندنا إمكانات وظيفية لتحليل التحليل والتحقيق الجنائي. يعني ما ممكن أن تقول لي والله فلان سرب بيانات وبعدين أقول لك والله أنا ما أعرف كيف أسوي ملف تحقيق في هذا الموضوع، وكيف أنا أجمع الأدلة، وكيف أنا أسلمك أنت هذه الأدلة. فهذا موضوع تخصصي، وبالتالي نحن أساساً عندنا معظم الموظفين يشتغلوا في هذا المجال. وفي موضوع الإمكانات الخاصة بالاستجابة للحوادث الأمنية السيبرانية. أوكي، طيب صارت حادثة معينة وقمنا بالتحليل وقمنا بجمع البيانات وعندنا أدلة ضد سعيد وكل الأمور تمام، ولكن لما جينا إلى المؤسسة المعنية، الشؤون القانونية قال لك هذا ما يخصني، الشؤون الإدارية قال لك أنا ما أقدر أسوي شيء، مش عارف مين. طيب اتصلوا بالجهة الفلانية، اتصلوا بالجهة العلانية، كلموا الشرطة أو الادعاء العام. هذا الموضوع يطول إذا كان ما في جاهزية لدى المؤسسة في من ناحية العمليات، ما عندنا إمكانات وظيفية في هذا المجال. فعموما جانب الاستخبارات واحد، جانب العمليات آخر. الجانب الأخير اللي لازم ننظر إليه اللي هو الإشراك الإيجابي لذوي العلاقة. مثل ما قلنا، مدير شؤون الموظفين ومدير شؤون القانونية قد يكون الدور في هذا الموضوع. كل ما نحن يعني نعرف حالة جديدة نرفع توصيات لهذه الأطراف، نرفع التوصيات، وأيضا يجينا من عندهم الآليات المناسبة لتحسين التعامل مع هذا النوع من الحوادث. مرة ثانية، سعيد سرب بيانات، رفعنا توصيات للمسؤولين في الإدارة أنكم أنتم لازم تقرروا وش يصير في سعيد، هل نحن نطلب الإدعاء العام أو محاسبة داخلية أو كيف الوضع. فهذه توصياتنا نحن بنقولهم، نحن نوصي إن تروح للدعاء العام على أساس إن هذا الموضوع فيه كسر لمجموعة من القوانين العمانية خارج حتى يعني أنظمة مؤسستهم، ولكن هم بيعطونا في النهاية رأيهم وقرارهم، وبيعطونا أيضا آليات لتحسين هذا الموضوع في المستقبل. يقول لك في المستقبل أنا قبل لا تدخل في تفاصيل عميقة مثلا في التحقيق يتم إشراكنا في مرحلة مسبقة. خلاص تمام، طالما هذا اللي طلبوه هذا اللي راح نسويه. فمثل ما تشوف هي الخريطة شوية معقدة وفيها فيها فيها تفاصيل كثير، ما في وقت إن نحن ندخل فيها كلها، ولكن باختصار التحديات هي أقدر أفصلها كالتالي: إنه عندنا نقص، إذا ما يكون في نقص في التفاعل ما بين مراكز العمليات الأمنية السبرانية وما بين صانع القرار في مشكلة. الشيء الآخر، إذا كان هذا التفاعل ما محكوم بمعايير محددة أو أنظمة محددة، هذه بعد مشكلة أخرى. في وجود البرامج الإلكترونية لجمع البيانات تحليلها وتعزيزها، هذا متطلب أساسي، إذا ما موجود أيضا ما راح تنجح هذه العملية برمتها. قلة أعداد المحللين المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، هذه مشكلة كبيرة موجودة في السوق في عمان بصفة عامة، هي مش ذنب المؤسسات، ولكن المؤسسات في حالات معينة عشان تحل هذه المشكلة ترجع لتوفير برامج تدريبية باهظة لسد النقص. وهذا واحد من الأشياء اللي نحن نقوم بها، نحن أيضا كشركة خاصة نسبة التأمين عندنا في العمليات الأمنية 100%، كشركة هو 90%، ولكن بالنسبة للعمليات الأمنية التأمين عندنا 100%، وهذا الشيء متعب جدا. يعني وجود شباب عمانيين مؤهلين، هذا لما بدينا الخدمة في البداية وكان تقريبا مستحيل يعني، ولكن حلينا هذه المشكلة عن طريق أنه نحن أدخلنا برامج تدريبية وتأهيلية واضحة وساعدتنا في أن نسد النقص. طيب، كل هذه المشاكل تتسبب برفع كلفة تجهيز المشروع. يعني القصد أنه هنا الحين إذا واحد يبدأ العمليات الأمنية عنده يحتاج ميزانية عالية، ويحتاج ويحتاج ويحتاج، أو إنه هو يوقع اتفاق تشغيل مع طرف ثالث مثلنا كذا،
ولكن هذا ايضا ما انه رخيص لهذه الدرجه، هو الموضوع في كل الاحوال يحتاج الى استثمار. فكثير مؤسسات تعزف عن هذا الاستثمار، تقول نحن والله ما ملزمين في الوقت الحالي، وفي عندنا نقص في الميزانيات وعندنا اولويات اخرى، وان اطر الحوكمه في عمان مثلا ما واضحه في جانب او اخر، فهم ممكن يتعلموا باي سبب انهم ياخروا هذا الموضوع. ولكن اللي نشوفه في ارض الواقع يوم ورا يوم انه تصير هجمات على مؤسساتنا في السلطنه، ويبدا يعني هذاك الوقت يبدا الحديث ياخذ منحى اخر، يقول لك التقصير من فلان والتقصير من علان، وهذه المؤسسه غير كفؤه وعندها شو اسمه. لا بالعكس، انا اعرف معظم المؤسسات اللي تعرضت للهجمات في السلطنه، كثير منها بصراحه امكاناتهم جدا ممتازه، يعني عندهم ميزانيات جيده لامن المعلومات و ولكن اولوياتهم كانت الى درجه ما يعني متشتته خلينا نقول، وما عملوا بشكل صحيح في موضوع المراقبه والرصد السريع، فما قدروا يرصدوا الهجمه لما حصلت، مع انه دفاعيا هم امورهم تمام يعني. فعموما هذه هي التحديات اللي تجي في التبني. من الحين ورايح بنتكلم اكثر شيء عن جوانب قانونيه وتنظيميه، لانه الحاضرين اليوم انا ما متاكد انهم كلهم فنيين، فافضل ان ما ادخل في الجوانب الفنيه اكثر من كذا، نكتفي بالقدر هذا ونروح في الخطوه اللي بعدها. بالنسبه لدور القطاع الخاص وجاهزيته في توفير الخدمه، في عدد من المؤسسات هنا في عمان، في شركات، مجموعه شركات لا باس بها، بنت مراكز امنيه سيبرانيه عشان توفر الخدمات، لانه احنا عارفين بالاصح وين العالم متجه في اي اتجاه. احنا نعرف العملاء وايش الاشكالات اللي حاصله عندهم، ايضا عندنا يعني تواصل مع عملائنا، ونعرف بالضبط وايش طموحاتهم واهدافهم في المستقبل. فكثير من المؤسسات هذه عندها طموح، لما تتكلم من المتخصصين يقول لك نحن عندنا طموح في هذا الجانب، نريد نسوي هذه الخدمه، نريد نوفر هذا النوع من الامكانات لمؤسستنا، اللي هو المراقبة على مدار الساعة والقدرة على رصد التهديدات هذه ووقفها في الوقت المناسب. هذا يعني مشروع يسوى، يعني الاستثمار فيه ساوي. ففي مؤسسات مثل ما قلنا شركات خاصة حاولت توفر هذه المراكز الأمنية، و يعني توفرها تجاريا بأسعار معقولة خلينا نقول، لكن هي واجهت كثير من التحديات. أولها الإقبال المحدود على طلب الخدمة. طبعاً سبب رئيسي ارتفاع التكلفة مثل ما ذكرنا سابقاً، ولكن أيضاً في مؤسسات عندها عملية تسويف خلينا نقول أو لتأجيل بدء المشاريع هذه، ما فقط للموضوع اللي نتكلم فيه فقط اليوم، لكن بالنسبة لأمن المعلومات بصفة عامة، نحس أنه دائماً في تأجيل للمشاريع اللي تخص أمن المعلومات، على اعتبار ان يعني هذا مش تخصصنا الرئيسي، نحن وزاره او شركه تعمل في قطاع معين ما لها علاقه بامن المعلومات. ولكن في هذه الحاله استمراريه عملهم مرهونه بامن المعلومات، وهم هذا الشيء اللي ما يدركوه الا في مراحل متاخره كثير. يؤثر نقص الكفاءات المتخصصه لدى العملاء على ثقتهم بامكانيه تجاهل المساله. ساعات العميل نفسه يقول لك انا ما عندي مشكله معك انت كشركه او كمركز للمراقبة، أنتم أموركم طيبة، نحن شفناكم وفحصنا إمكاناتكم كذا، الحمد لله ما شاء الله عندكم كل شيء نحتاجه، ولكن اليوم نحن من طرفنا ما عندنا الكفاءة، ما عندنا الشباب المناسبين اللي بيتعاملوا معنا، أنت راح تقدم لي تقارير والتقارير راح تبقى في الطاولة ما حد راح يسوي فيها شيء. وهذا كلام صحيح بالنسبة لأي إدارة تهدف المؤسسات، الكلام صحيح، ما ممكن أن تضع استثمار من غير ما ترى المردود من هذا الاستثمار. بعضهم ينتظروا، يقول لك بننتظر والله يمكن تنخفض الاسعار بكره، او يمكن توفر الايدي العامله بشكل اكبر، ممكن اقدر اوظف لي شخصين ثلاثه، او يسمح لي ان ميزانيه اضافيه على اساس اسوي هذا الشيء. المشكله ان هذه الامور تاخذ يعني فترات طويله كثير، في جهات 4 أو 5 سنوات يوم تنتظر موظفين يعني يعطوهم موافقه ان يوظفوا شخصي، المؤسسه ما قدر ل4 سنوات. فهذا ايضا واحد من الاشكالات اللي هي قائمه وموجوده هنا، وهذا ايضا يعطي يخلي الشركات اللي تقدم هذه الخدمه يائسه في هذه الاداره. في غياب الاطار التنظيمي ايضا، في اطر تنظيميه معينه لامن المعلومات في عمان لا باس بها، ولكن يعني
ما في إطار تنظيم مناسب لهذا القطاع بالذات، قطاع المراقب. أعطيكم على سبيل المثال، نحن نشارك بيانات حساسة بيننا وبين عملائنا وفق يعني عقد ما بيننا وما بين هذا العميل. أنا كمقدم للخدمة ما في يعني قوانين كافية أو خلينا نقول لوائح كافية توضح لي من هي الجهات اللي أقدر أتشارك معها في هذه البيانات. يعني طيب في عندنا جهات حوكمة، عندنا جهات قانونية، عندنا هذا، نحن نعرف نتشارك مع المحاكم على سبيل المثال، يطلع لك طبعا قرار من المحكمة أنك تجيب البيانات الفلانية تفضل. نفس الشيء جهات التحقيق الرسمية في السلطنة بسرعة الدعاء العام والشرطة، وهذا بيجيب لك رسالة يقول لك تفضل يا أخي نطلب من عندك بيانات الفلانية، لأن هذا الموضوع يعني وصلنا من الجهة ذات العلاقة أنه صار عندهم حادثة أمنية فهم بلغونا ونحن نحتاج تفصيل. القانون العام في عمان كافي بصفة عامة، ولكن أيضا في يعني معظم الدول الأخرى وصلت مرحلة أن هذه المسائل منظمة بشكل أكثر دقة. فأيضا المؤسسات المستهلكة لهذه الخدمة عندها تخوف من هذا الجانب، قالت طيب أنا بعطي هذه المؤسسة يعني صلاحيات أن هي تدخل في شبكتي، أنا وش الضمانات اللي عندي؟ هل الجهات المشرعة في عمان تأكدت أنه هذا المركز ما ممكن يرسل بيانات هذه لأي طرف آخر، ما ممكن هو يتشارك فيها بغير بطريقة غير قانونية، ولا لازم علي أنا الحين أحط في العقد 50 بند عشان ألزم هذا المركز باحترام أنظمتنا وقوانيننا. فعموما هي هذه إشكالات ما زالت موجودة وتعيق تبني هذا النوع من الأعمال. وأيضا مراكز تقديم الخدمة يكون عندها عدم وضوح في الرؤية في هذه الحالة. أنا مثلا على سبيل المثال ممكن أتشكك أن هل أنا السنة القادمة أحصل عملاء إضافيين في هذا المركز ولا لا، لأنه شكله يعني الناس مترددين ومخططين وكذا، بما عدا القليل اللي هم الجهات المؤسسات الأكبر اللي هي قادرة تسيطر على أمورها بشكل أفضل. هذه هي اللي جعلنا نقول. فالمراكز الأخرى اللي حاولت تستقطب مثلا الشركات اللي هي أصغر والمؤسسات اللي هي يعني حجمها أصغر من كبار خلينا نقول، هذه المؤسسات يعني غيرت رأيها ووقفت استثماراتها. في عندنا مشكلة جاهزية بيئات العمل للعملاء. العملاء هنا في عمان يعني إمكاناتهم متفاوتة، عندنا مؤسسات ضخمة مؤسسات نفطية على سبيل المثال أو بنكية مصرفية أو مؤسسات في قطاعات لوجستية وغيرها، عندها إمكانات لا بأس بها، إمكانات مالية، إمكانات من ناحية كوادر وخلافه لا بأس بها، ولكن بيئات العمل فيها أيضا ينقصها بعض الأدوات، أدوات التحليل والاستجابة. طبعا مش الكل هذا، بس أنا أقول نسب كبيرة لا بأس بها، يعني نسب توصل وصلت مرحلة أن نتخوف من هذا العمل. إنه نحن نحتاج نعرف كل شيء جالس يحصل في بيئة عمل المؤسسة اللي نشتغلها اللي نقدم لها الخدمة. نحتاج نعرف إجراءاتهم، سياساتهم الأمنية، نحتاج وش هي أنظمتهم، من هم موظفينهم وأدوارهم وخلافه، وفي معلومات كثير نحتاجها على أساس نقدر نسوي التحليل الأمني. عدم حصولنا على هذه البيانات معناته أن تحليلنا الأمني يكون ناقص، أن إمكانيتنا في توفير أي قيمة مضافة في هذه الحالة يعني تكون محدودة جدا. فبعض العملاء يفتقروا لهذه التقنيات المطلوبة لهذا، وأيضا يفتقروا للميزانيات المطلوبة أنهم يعني أن تشتري هذه التقنيات أو أن تركبها داخليا. وبعضهم طبعا إجراءاتهم الداخلية قديمة ما تم تحديثا فترة طويلة، بعض المؤسسات عندها ضعف في الفرق الداخلية أو التنسيق مع الفرق الداخلية، وهذه كلها إلى علاقة بجاهزية بيئات العمل. إذا بيئة العمل غير جاهزة لهذه الخدمة لهذا النوع من العمليات فيكون تقريبا استثمار ضائع. طبعا هذه العوامل كلها قللت من اهتمام مؤسسات المقدمة للخدمة، وقللت أيضا من جدية العملاء في التعامل مع هذا النوع من الخدمات. وبعض مقدمي الخدمة في عمان لجأوا إن هم يربطوا أنفسهم مع شركات في الخارج، يعني القصد بدل ما أنا أسوي مركز
عمليات سيبراني في عمان، انا بجيب شركه من الهند او من باكستان او من اي دوله يكون العماله فيها رخيصه، ونقدر نقدم الخدمه هذه بتكلفه اقل، على اعتبار ان العملاء غير جاهزين انهم يدفعوا هذه المبالغ، وايضا ان العملاء ما عندهم جاهزيه داخليه يحتاج لهم شغل كثير. فهذا التعاقد من الباطن اولا قانونا هو غير سليم حسب القوانين العمانيه، هو يعني تعاقد غير مقبول اساسا. ما شفت اي مؤسسه الى اليوم الا فيما عدا القليل اللي هي فعلا اقتنعت بهذا الكلام وراحت عقد عمليات لشركات موجوده خارج السنه. طبعا هذا قانونيا بنتطرق لهذا الموضوع بعد شوي. نجي على دور المؤسسات المشرعه في السلطنه في حوكمه قطاع المعلومات. عندها مؤسسات لا باس بها بامانه، يعني خلال السنوات الماضيه كان في جهات كثير من ضمنها وزاره النقل والاتصالات، تقنيه المعلومات، مركز الدفاع الالكتروني، يعني البنك المركزي، هيئه سوق المال وغيرها. كلهم يعني اصدروا مجموعه كثيره من قوانين واللوائح والمذكرات ذات العلاقه في قطاع من المعلومات، وايضا لها علاقه بمحور حديثنا اليوم. هنا بتكلم انا عن اربعه جوانب. بأتكلم عن أربعة جوانب بالأساس فيها فرص وتحديات خصوص تنظيم حكومة مراكز العمليات. أولاً مشاريع التحول الرقمي في السلطنة على كثرة عددها والجهود القائمة الحين والميزانية المرصودة، يعني تشجعنا إنه ننظر لهذه المشاريع بشكل إيجابي. يعني هي ممكن تكون مشاريع داعمة لفكر تحسين البنية التحتية لأمن المعلومات. رؤية عمان 2040 فيها أهداف كثير داعمة لها تخطط التحول الرقمي، وأيضا في جوانب تخص حماية البيانات بصفة عامة، أكثرها تنظر لبيانات المستخدمين والمواطنين، ولكن أيضا في بيانات مؤسسية تخضع لنفس مستوى الحماية. المرسوم سلطاني رقم 6/2020 يرفع اللي هو يخص حماية البيانات الشخصية، يرفع من أهمية حماية البيانات الشخصية الرسمية وضرورة إيجاد آليات للتحقق من سلامة تداولها والمشاركة. طبعا كون انه مرسوم سلطاني وقانونا ملزم كذا، يعني يدعو المؤسسات ان هي تحاول تدور آليات. طيب المرسوم طلب من عنا ان احنا نتاكد ان بيانات، مثلا على سبيل المثال البيانات الطبيه للافراد ما تخرج خارج المؤسسه. وش ردي انا للجهات المشرعه او جهات الحوكمه لما يسالوني كيف تاكدت ان بيانات طبيه لراشد ما طلعت خارج المؤسسه؟ وش الاجراءات اللي تنفذها؟ فهذا اجابته واسعه كثير، يعني في مواضيع مهمه مثل التشفير وخلافه، ولكن العمليات الامنيه مهمه ايضا في هذا الجانب، لانك انت تقدر تبين ان نحن يعني توردنا تقارير تبين ان ما في ولا محاوله واحده لتسريب بيانات الى خارج المؤسسه، ومن ضمنها بيانات المواطن. بعد ذلك خلينا نشوف على قرارات مجلس الوزراء. قرار مجلس الوزراء يعني هو يعني ما يعنى كثير بأمن المعلومات، ولكن أصدر مجموعة من القرارات والأنظمة الجميلة صراحة، هذا الإعازات الجميلة اللي جات من عنده. واحد منها كان يخص هيكلية المؤسسات الحكومية، ضرورة وجود قسم لأمن المعلومات في كل مؤسسة حكومية، وأنه يعمل مباشرة يعني تحت خلينا نقول جهات تنفيذية قوية من ضمن المؤسسة. يعني ما ممكن احنا نخليهم في وضع المحكوم يعني او المغلوب على امره. فهذا كان قرار جدا مهم، وبامانه افاد كثير من المؤسسات اللي نحن نتعامل معها. وطبعا بسبب هذا القرار كان لازم ايجاد الكوادر المتخصصه او توظيف هذه الكوادر في المؤسسات، وهذه الكوادر ايضا ساعدت على تسريع عجله الحركه وتنفيذ الرؤى الخاصه بتحسين المؤسسه. فهذا واحد من القرارات اللي صدرت. وفي ثالثا بندخل على القوانين التنظيميه. وجهات مختصه كثير اليوم اصدرت لوائح تنظيميه فيها اشياء مشتركه، يعني اغلبيتها مشتركه، ولكن فيها ايضا
أشياء فريدة من نوعها لكل قانون على حد أو كل لائحة على حد. من ضمن أهم العناصر بالنسبة لنا نحن كمركز عمليات أمنية اللي هو عدم السماح بتخزين أي بيانات حساسة خارج الحدود الجغرافية لسلطة عمان. وأنا هذا اللي قلت لما كنت أقول إنه غير قانوني إنك تتعامل مع مركز مراقبة خارج السلطنة، غير قانوني إلا في حالة قدر يثبت إن البيانات ما تخرج خارج السلطنة، وهذا الشيء صعب كثير بالنسبة للجهة أساسا ما موجودة داخل السلطنة. وقد يكون لأصحاب الرأي أصحاب الاختصاص مثل المركز السيبراني أو المركز الأمن الإلكتروني قد يكون لهم رأي آخر في هذا الموضوع، قد يكون إنه مش فقط تخزين البيانات خارج السلطنة ولكن الكوادر اللي تشتغل على البيانات لازم تكون أيضا داخل السلطنة. فما نعرف في هذا الموضوع، ما عندنا وضوح رؤية هنا، ولكن القرارات أو القوانين الموجودة واللوائح اللي شفناها إلى اليوم كلها تنص على هذا الموضوع. أيضا وزارة النقل والاتصالات طلبت من عندنا هذا النص إنه نحن نلتزم بإبقاء البيانات الحساسة في داخل السلطنة. عندك رفع قدرات الاستجابة والتعافي دائما مطلوبة لخطط استمرارية الأعمال Business Continuity Management. هذه تقريبا يعني في كل مؤسسة في لها كوادر متخصصة ولها آليات معينة للتحقق من إمكانية المؤسسة أن هي تتعافى من أي هجمات تحصل. ففي بعض القوانين التنظيمية لهذا الموضوع سواء كان أو ما فقط القوانين في لوائح معينة تصدر أو مذكرات تصدر كانت تصدر في السابق من هيئة تقنية المعلومات على سبيل المثال أو اليوم تصدر من وزارة النقل والاتصالات أو من مركز الدفاع الإلكتروني. هذه الخطط يعني كل هذه الجهات تدعم وجود خطط استمرارية الأعمال لكل المؤسسات الخاضعة لها. يعني ما ممكن أنا أقول لوزارة لا يكون عندكم نظام للباك أب أو نظام للريكفري أو نظام للفحص الاستعدادية الجاهزية. فهذه الأشياء دائما في ضبط، وهذه أيضا تصب في نفس الجهة اللي نحن نسعى لها اللي هي موضوع التحقق من عدم مخالفة أو تجاوز أي من سياسات المؤسسة اللي نحن نتعامل معها. طيب رابعا إصدار اعتماد الشركات الخاصة. طبعا قامت وزارة النقل والاتصالات بتنظيم آلية خاصة اعتمدت فيه شركات معينة في السلطنة، قالت والله هذه الشركات يا شركات تعالوا وأثبتوا لنا جدارتكم، أثبتوا لنا قدراتكم في جوانب معينة، لازم تطلعوا شهادات الآيسو ولازم تطلعوا كذا ولازم تسوي كذا ولازم توظفوا كذا. فنتيجة هذا اللي حصل إنه الوزارة قامت باعتماد الشركات اللي هي نجحت في هذا في توفير هذه المتطلبات، والاعتماد هذا يعلن عنه في موقع الوزارة، وبالتالي حتى المستهلكين سواء كان من الشركات الحكومية أو الخاصة أو المؤسسات الحكومية الأخرى عارفين هم يتعاملوا مع من، وين الجهات اللي هي أسلم إن نحن نتعامل معها، من الجهات المرخصة اللي توفير خدمات الفحص الأمني وخلافه. فنتيجة هذا قامت كثير المؤسسات من الشركات المحلية برفع قدرتها، يعني نحن شركات مقدمة للخدمة محليا هنا في عمان. أنا فكرت فيها قلت طيب اليوم الوزارة طلبت من عنا إن نحن نكون عنا جاهزية نتعامل مع السوق العماني، يعني ما نتوقع قدوم شركات من الخارج لتوفير هذه الخدمة، لازم نكون نحن يعني نشد حيلنا شوية ونحاول إنه نقوي يعني نرفع قدراتنا ونقوي إمكاناتنا. فوفرنا كادر فني مناسب حسب توصيات الوزارة، وأيضا نظرنا إلى يعني تقليل اعتمادنا على الجهات خارج السلطنة، حتى لو كان في ضغط في السعر أو غير ذلك صار على الأقل يعني إطار تنظيمي نحن نشتغل خلاله. بالنسبة للنظرة المستقبلية، والله هذا الموضوع أيضا يعني في جوانب كثير ما أريد أتطرق لها أكثر من اللازم منها، بس إنه يعني يتيح المجال الأطول لسؤال الأسئلة وكذا. عشان تنجح مراكز عملية الأمنية السيبرانية باختصار لازم يكون في تناغم تام ما بين الجهات التنظيمية وما بين المشغلين وما بين المستهلكين، ولازم يكون في استعداد للاستثمار في هذا الجانب، لان هذا الجانب مكلف نسبيا مثل جوانب اخرى، ترى هو مش اكثر كلفة من مثلا انظمة الاحتياط او خطط استمرارية الاعمال، ولكن
يعني أهميته لم يتم يعني لم يتم توضيحها بشكل كافي للمؤسسات. هذا اللي نحن نحس فيه، يعني انه في عزوف من بعض المؤسسات، لان في عندها مخارج من هذا الموضوع، في عندها طرق للخروج من او غض النظر عن النجاح. عموما بكل الاحوال نحن عندنا كل العوامل الاساسيه المطلوبه للنجاح في المجال، من ضمنها ان عندنا هيكليه التشريع والحوكمه موجوده، السلطنه عندها يعني كافه المؤسسات اللي تحتاجها ان تقوم بالتشريع، وايضا عندها التاريخ في هذا الموضوع. يعني القصد انه اصدرت يعني جلاله السلطان اصدر عده مراسيم السابقه، بدت مع السلطان الراحل في 2006 كان في قانون المعاملات الالكترونيه، واستمرت يعني ما شاء الله مجموعه مراسيم كلها لها علاقه بالتعاملات الالكترونيه. تجي على مجلس الوزراء مثل ما نشوف هو نشيط في هذا الجانب، ايضا نشوف على المؤسسات اللي هي خلقت لهذا الجانب اساسا، وزاره نقل الاتصالات او نقل الدفاع السبراني، هذه كلها هيكليه موجوده وكافيه لدعم هذا النوع من الحراك. اثنين، عندنا القوانين واللوائح الاساسيه للمنظمه، مثل ما ذكرنا في قوانين كثير صدرت، هل هي مطبقه؟ والله انا اقدر اقول مطبقه نسبيا في حالات كثير، خصوصا ان اللوائح هذه تطلب يعني مجموعه كبيره جدا من الالتزامات، وكثير مؤسسات يعني ما عندها القدره سواء كان الماليه او الفنيه ان هي تنفذها في فتره قصيره، فيحتاج الى الشركات المقدمه لخدمات امن المعلومات ايضا موجوده في السلطنه، ولا باس بها. انا اقدر اقول ان نحن قادر يعني الشركات الموجوده قادره ان هي تقدم الخدمات، ولكن في عدم ثقه الى درجه ما بسبب هذه مسائل التعاقد من الباطل مع شركات في الخارج ومش عارف ويش، ولكن هذه لها حلول، خصوصا اذا المشرعين يعني نظروا لها بشكل جدي، مثل ما سوت وزاره النقل والاتصالات لما قامت باعتماد الشركات المقدمة للخدمة. وأيضا أن الفرق والأقسام الداخلية بالمؤسسات المستفيدة، مثل ما ذكرنا مجلس الوزراء طلب أنه كل مؤسسة يكون عندها قسم لأمن المعلومات و و و هذا فاد كثير بصراحة، تحسن كثير من الأمور. ما زال عندهم تحديات كبيرة، واحد من التحديات على سبيل المثال مسألة الكفاءة، لما جت المؤسسات كلها في نفس الوقت تحاول تستقطب متخصصين في أمن المعلومات صارت فوضى. حصل أن بعض المؤسسات توفقت وحصلت شباب لا بأس بهم، ممتازين، عملهم جميل وعندهم الخبرة وعندهم الإمكانات، وبعض المؤسسات اضطرت أن هي تمشي مع اللي موجود لأنه قالك خلاص ما حصلنا ناس متخصصين، خصوصا في نظام يعني تحت نظام الخدمة المدنية والتحديات الأخرى الموجودة في هذا المجال. فعموما هذه المؤسسات يعني نجاحها خلينا نقول متدرج، ما كلها بنفس المستوى، ولكن هي بكل الاحوال لديها اقسام متخصصه ولديها برامج يعني برامج نشطه في تحسين امن المعلومات بكل الاحوال. طيب هذا من الجوانب الايجابيه، ننظر للجوانب السلبيه او هو عن التحديات القائمه للان. في عندنا ان بعض القوانين واللوائح المهمه ما موجوده الى الان. في من ضمنها اللي هو شو اسمه قوانين مثل مشاركه البيانات الحساسيه اللي هو تسميه ثريت انفورميشن شيرنج، هذه يعني موجوده في معظم دول العالم، ما اعرف والله متى راح انا متاكد في خلينا نقول حراك في هذا الجانب، ولكن هذا اللي متاكد منه، لكن ما اعرف في يد من بالضبط هذا الحراك، ومن في النهايه بيطلع لنا باللائحه التنظيميه السليمه في هذا الموضوع او الاخيره في هذا الموضوع. موضوع مشاركه البيانات هذا اللي تنظر مثلا في الولايات المتحده الكونغرس الامريكي اصدر لائحه شبيهه من سنه 2015، نحن في سنه 2022 بعد 7 سنوات ما عندنا اليه واضحه لمشاركه البيانات الحساسه في عمان، في حالات معينه نحن نحتاج نشارك فيها البيانات، فضروري يصدر لنا شيء في هذا الجانب. عندنا تحسين كفاءة العاملين في هذا القطاع وزيادة أعدادهم، هذا الله يعين المؤسسات التعليمية في السلطنة، بأمانة يعني كثير منهم بدوا برامج تدريبية أو برامج أكاديمية خلينا نقول، وفي حالات معينة برامج تدريبية أيضا في هذا الجانب. نحس إنه نحن في الاتجاه الصحيح، ولكن نجي على موضوع الكفاءة، شفنا بعض المؤسسات مخرجاتها جيدة وبعضها أخرى يعني مخرجاتها أقل من المتوسط، فنضطر ندربهم تدريب إضافي. فهذا يحتاج إلى نظرة من وزارة التعليم العالي.
عندنا إلزام مؤسسات الحاضنة لبيانات الحساسة بالإبلاغ عن الهجمات التجاوزية. هذا موضوع يعني في كثير من النقاش في 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 أوساط من المعلومات، هل أنا ألزم المؤسسة بأن هي تبلغ في حال إذا تعرضت لهجمة، لأن هي عليها مثلا بيكون عليها تأثيرات مالية أو تأثيرات من ناحية السمعة وخلافه. في أرض الواقع أن هذا يمس حق آخر للمواطنين على سبيل المثال. فإذا المؤسسة يعني تم الهجوم عليها وتم سرقة بيانات، خلينا نقول أفراد، هذين الأفراد لهم حق بمعرفة إنه بياناتها سرقت، لأن هذه البيانات قد يكون مثلا تشمل رقم الحساب البنكي. إذا رقم الحساب البنكي مالي أنا سرق، جاء شخص من إيطاليا وسحب كامل رصيدي في البنك، سمعة هذه المؤسسة ما تخصني أنا، أنا يخصني الأموال. ليش أنا أموالي فقدت بسبب هذه المؤسسة تريد تحمي نفسها أو تحمي سمعتها؟ لا، الموضوع له جانبين وأكثر من جانبين. وأيضا في جانب آخر اللي هو أن معظم الحالات المهاجم راح يعلن عن هذا الموضوع، يقول نحن نجحنا ندخل في الجهة الفلانية والجهة العلانية، أو أنه هو يطالبها أساسا بشي اسمه بفدية أو شيء من هالقبيل. طيب ما دام أنه كذا كذا المسألة مفضوحة مفضوحة، وش الفكرة من هذا السرية المفرطة؟ السرية تحتاجها في حالات معينة، تحتاجها لفترة معينة وفي حالات معينة. المقصود إنه في حالات نحن نحتاج نقوم بالتحقيقات الأمنية، وهذه من الأفضل أن تبقى تحت يعني غطاء من السرية، وهذا الشيء نحن نتفق فيه. الجانب الآخر إنه السرية تكون في حالات على سبيل المثال إن الموضوع هذا يمس الأمن الوطني أو يمس جوانب حساسة في مجتمعنا أو شيء من هذا القبيل، وفي هذه الحالة أيضا قد يكون في استثناءات لهذا الموضوع. ولكن على مستوى التعامل مع بيانات المتعاملين، بيانات المواطنين، هذه أنا أعتقد يريد لها شوية نظر في يعني إصدار قانون للإبلاغ في هذه الحالة. النقطة الأخيرة تحسين البنى التحتية. مثل ما قلنا معظم مؤسسات عندنا في عمان نظرت الموضوع من معلومات من سنوات، ولكن التحديات المالية وغيرها سببت انه ان التطور او التحسن بطيء الى درجه ما، وفي تخوف ايضا من ان هي ما عندها الحد الادنى المطلوب ان هي تدخل في مجال المراقبه العمليات السيبرانيه. على كذا يكون خلص البرزنتيشن مالي، وجزاكم الله الف خير. اذا في اي اسئله انا مستعد. تفضلوا اخواني. شكرا جزيلا مهندس راشد، يعطيك ألف عافية على هذا الشرح الوافي والسرد. ضيوفنا الكرام، نفتح الآن المجال لطرح الأسئلة والنقاش. يمكنكم طرح الأسئلة عبر الشات أو عبر استخدام إشارة رفع اليد الموجودة. شكرا جزيلا لكم. نبدأ مع الدكتور أمين مهاجر. تفضل دكتور أمين. أسعد الله صباحكم بكل خير مهندس راشد. بصراحة أبدعت وعرضت عملية معقدة بطريقة سلسة وبسيطة والكل يقدر يستوعبها، فشكرا على هذا العرض الرائع. عندي سؤالين، وانت يمكن السؤال الأول وحدك طرحته ورديت إلى حد ما، موضوع أن المتخصصين العمانيين في هذا المجال عددهم قليل، مع أن المجال جميل ومجال حديث إلى حد ما. وفي الحقيقة نشوف كثير من الشباب ينتقلوا، هم نفسهم ينتقلوا من مثلا هيئة تقنية المعلومات سابقا إلى بنك، إلى مؤسسة نقدية أخرى، يرجعوا إلى جهات حكومية. فأعتقد هذا الشيء يرجع لموضوعين، على أساس لو بغينا نزيد العدد في السوق العماني. أولا مثل ما تفضلت، المؤسسات التعليمية، المؤسسات التعليمية للأسف تأخرت في عرض برامج في مجال الأمن السيبراني. العالم كله بدأ قبل 20 أو حتى أكثر من سنين، وهنا بعض المؤسسات التعليمية بدأوا فقط من 5 سنوات أو يمكن أقل شوية، وكثير منهم يعرضوا البرامج مندمجة مع مواضيع أخرى، يعني ما مجال أمن سيبراني بحت.
فهذه إشكالية أعتقد المفروض يزيد مثل ما تفضلت عن طريق التعليم العادي. السبب الثاني عدم وجود الوعي لهذا الموضوع المهم. يعني نشوف كثير حتى في مجتمعنا بشكل عام أو المدارس، الناس اللي باغين يختاروا في ثانوية عامة مجالاتهم إلى آخره، التركيز على أشياء كثيرة، لكن هذا المجال اللي أعتقد في المستقبل كل واحد وكل مؤسسة راح يكون معني بهذا الجانب، ما في التوعية الضرورية. فهذا الشيء. السؤال الثاني، العديد من الناس اللي يخترقوا الهاكرز من الناشئين، يعني صح أنت طرقت الجانب الاقتصادي والجانب الإجرامي، لكن كثير من اللي يخترقوا هم ناشئين، حتى بعض الأوقات أطفال، يعني قاسين نتكلم بين السن 7 أو 10 والعشرة حسب الإحصائيات. فإيش ممكن، إيش رأيك أن القطاع الخاص أو الحكومة تسويه على أساس هذيل الأشخاص نخلق لهم بيئة آمنة للاختراق؟ بعض الدول يسموها هاكرز لاونج، بعض الدول يسموها أماكن يقدروا هذيل يعملوا، لأن في الحقيقة هم أطفال أو ناشئين وما مجرمين، هذا من باب الشطارة خلينا نسميها، من باب الكيوروسيتي، باغي يعرف وش اللي قاعد يصير، ايش يقدر يسوي، وين قدراته. فهذيلا في الحقيقة يحتاجوا إلى مرافقة في بيئة سليمة، غير عن الجانب العقابي أو الإجرامي. وشكرا جزيلا مرة ثانية المهندس راشد. أنت باش مهندس. والله فعلا مواضيع مهمة، ولكن قد يكون أنا مش الشخص المناسب اللي يقدر يجاوب عليها بشكل يعني دقيق. بالنسبة للكفاءات والتعليم، مثل ما ذكرت، هي مسألة أكبر بكثير من موضوع اللي تكلمنا فيه اليوم. نحن نتكلم عن قطاع المعلومات بصفة عامة وقطاع التكنولوجيا بشكل أكبر. المقصود هنا عندنا تحديات أخرى، ما فقط في أمن المعلومات، عندنا تحديات بالنسبة لإنشاء أنظمة جديدة، تحول نحو الموبايل، تحول إنترنت أوف ثينجز، أشياء كثير ما شاء الله جالسة تحصل في السوق. ولكن نحن يعني تأهيلنا وتدريبنا لأبنائنا يعني يتم بطريقة تقليدية كثير، وأنا أعتقد هذا الشيء بيسيء لنا في الفترة يعني المستقبلية. راح يكون في صعوبات إن نحن نجد كفاءات في قطاعات كثير لها علاقة بالتقنية. فأتمنى من الإخوان في قطاعات التعليم إنهم ينتبهوا لهذا الجانب، إنهم يكونوا عندهم أسبقية في هذا الموضوع. اليوم بالنسبة لأمن المعلومات، أقدر أفيدك في إن نحن مثلاً كشركة فعلاً نضطر في حالات كثيرة إن نحن نخضع الموظفين الجدد لبرامج تدريبية، برامج تأهيلية، توجيهية، بقصد إن نحن نوضح لهم آليات العمل السليمة في قطاعنا هذا، كيف نشتغل وكذا. أعطيك على الأقل أقلها الجوانب القانونية. يعني يجون شباب مثل ما قلت صغار في السن بصفة عامة، توهم خلص جامعة وكذا، وما عنده وعي كثير باللي حاصل في حوله، وشي التبعات القانونية لدخول في أنظمة الآخرين. أنا ما أتكلم عن الاختراق هذه الحالة، أنا أتكلم عن الدخول القانوني في أنظمة الآخرين المصرح. فحتى هذا محكوم بقوانين معينة، حتى هذا محكوم بمحدوديات معينة. ذكرت في السابق أن نحن ما ندخل في بيانات الناس، المحتوى ما يخصنا، نحن يخصنا السياق فقط. فهذا الشيء لازم نفهم لموظفيننا أساسا. فما بالك أنت تتكلم عن صغار السن، تدخل في الموضوع الثاني. صغار السن يحتاج لهم بطبيعة الحال، يحتاج لهم ضبط ويحتاج لهم توجيه في الموضوع هذا. أبنائنا مثل ما قلت هم ما مجرمين، هم يحاولوا يتعلموا، هم عندهم حب الاطلاع والتعلم. ولكن غياب مؤسسات أو برامج تحتضنهم، ما أعرف والله ذنب من هذا. أنا أعتقد أنه هو المجتمع ككل ما ينظر لجانب أمن المعلومات كفرصة، هو ينظر له كشيء مبهم، شيء له مختصين مثل القطاع الطبي أو الهندسي أو هذا، ما ينظر لنا هو مسألة استخدام يومي للتكنولوجيا. فبعض بأمان عشان ما أعمم أيضا بعض أولياء الأمور، ما شاء الله نحن سوينا برنامج تدريبي قبل كم يوم، يمكن أقل من أسبوع، لطلبة الصف 10 و11 أعتقد، وما شاء الله كان في حضور ممتاز، الشباب جيوا هنا وعطيناهم برنامج يعني للمحترفين
في موضوع الاختراق وموضوع التعامل مع أمن المعلومات. هو لا نتخطى موضوع الاختراق، لا نعطيه طموح أفضل من اختراق الأنظمة. أنت ذكرت نقطة تخص أنظمة اختراق هذه، يعني افتراضية تبنى موجودة، هذه نسميها CDF موجودة. في العادة نحن نقدمها للمختصين، الشباب اللي هم في الجامعات أو متخرجين من الجامعات يحاولوا هذا، ما فقط نحن، أنا أعتقد في أيضا والله في بعض مراكز حكومية للتدريب اسمها طويل شوية، أنا أربطني، ولكن هي تقدم أيضا، تقدم CDF. فممكن ان هم ينضمون، ان الشباب فئه العاملين ممكن ينضمون لها. بالنسبه للاطفال والناشئين ما اعرف عن اي برامج رسميه موجوده في اعمال على اساس ان هي تستوعب. فاتمنى يكون هذا الاجابه، مع الاجابه مثل ما قلت، واتمنى انها المداخله تفيدك في شيء. بالعكس باشمهندس، مفيده جدا، شكرا. شكرا احسن، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. نستمع لمداخله قد يكون الدكتور علي البلوشي، تفضل حياك الله. شكرا جزيلا مهندس راشد والحضور الكرام، حقيقة استمتعت أنا بجملة من التحديات اللي ذكرها مهندس راشد. لكن قبل ما أبدأ اسمحوا لي أعرفكم بنفسي، معكم الدكتور علي بن سالم البلوشي، رئيس مركز الدفاع الإلكتروني. طبعا مرتكزات الأمن السبراني حقيقة هي يعني بشكل العموم هي ثلاث مرتكزات: الجانب التقني والجانب البشري وطبعا الجانب التشريعي أو الحوكمة أو أيا كان التسمية اللي نستطيع أن نطلق عليها. العمل فيما يتعلق بالأمن السبراني حقيقة من وجهة نظر الشخصية هي كلتشر، هي ثقافة. الثقافة غائبة كثير يعني عن الكثيرين، سواء لما نتكلم عن الأشخاص فإحنا لا نحدد الشخص الفني، وإنما المستخدم والرجل العادي والفني المختص وأيضا المستخدم العادي اللي يستخدم الأنظمة. من وجهة نظري طبعا التحديات اللي ذكرها المهندس راشد هي تحديات واقعية أعتقد أنه جميع دول العالم تعاني منها. نعم هناك قد يكون هناك نضج ما بين دولة وأخرى بحكم يعني الماتشوريتي للجوانب التشريعية عندها، بحكم الماتشوريتي للجوانب التقنية أو للجوانب اللي هي تتعلق بالأفراد. إحنا في عمان وتحديداً أنا يعني من تم إنشاء مركز الدفاع في المرسوم السلطاني 64 في 2020، فقطعنا شوط كبير فيما يتعلق بالجوانب التشريعية طبعاً بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وفيما يتعلق أيضاً ببناء القدرات. يعني بناء القدرات مثل ما هو معروف في هذا القطاع تحديداً هو من القطاعات اللي إذا ما تخونني الذاكرة هناك أكثر من 4 إلى 5 ملايين حاجة على مستوى العالم في هذا الجانب، وهذه الحاجة أيضاً أعتقد أنها في ازدياد كثير بحكم يعني التسارع في هذا المجال وفي هذه التقنية. الآي أو تي جاي يعني مفروض يعني علينا خلاص جاي، وذن قبل فيوز يعني بيكون واقع يعني. وبالتالي أيضاً إحنا التخصصية ليس فقط في الأمن السبراني بشقها العام، وإنما رح يكون هناك تخصصية في فروع محددة في الاي او تي للسيارات، الاي او تي في المعدات الفنيه، راح يكون لنا اختصاص على سبيل المثال الروبوتس و الى اخره، سمارت هوم و الى اخره. حقيقه نحن في عمان يعني انا يمكن الجانب التعليمي يعني لا زلنا شويه في عندنا تحديات كبيره. احنا يفترض لما الشخص يتخرج من الثانويه يكون على الاقل عنده المعرفه العامه عن الامن، مو عن الأمن، عن قطاع يعني الاتصالات والآي تي بشكل عام. لما يروح الجامعة أيضا الجامعات يجب أن تواكب هذا الجانب. لدينا على سبيل المثال في تفاوت في القدرات اللي موجودة مع الجامعات والكليات الخاصة، نجد أنه على سبيل المثال في بعض الكليات يعني لا زالت إلى اليوم تدرس لغات قديمة عفى عليها الزمن، لا زالت المدرسين اللي موجودين يعني ما سمحوا لنفسهم أنهم يعملوا أبديت. واحنا يعني هذا لانه هذا مجالنا نرى يعني انه في فروقات هناك، تجد انه
انه في شباب يتخرجوا من كليه ما شاء الله عليهم، وشباب ثانيين يتخرجوا من كليه متوسطي المستوى، وشباب اخر ما شاء الله عليهم يعني يبدعوا. فهذا ايضا تحدي كبير. انا طبعا ما اريد اخذ الحديث الكبير، لكن يعني الملاحظات اللي كتحديات اللي سمعتها من المهندس راشد هي محل تقدير، وباذن الله راح يكون لنا يعني وقفه اخرى وراح يكون لنا مشاركه كذا. لكن في نقطه انا حقيقه اللي دائما يعني اركز عليها خلال زياراتي للمؤسسات، انا اعتقد والجميع يعني يمكن يعني يتفق معي، انه يعني اقوى نقطه او اقوى حلقه في هذا الجانب هو العنصر البشري، هي الحلقه الاقوى وفي نفس الوقت هي الحلقه الاضعف. الجانب التقني اكيد مهم واساسي ومطلوب عشان نمشي الى الامام، التشريعي ايضا هو حوكمه ولا بد منها، لكن عندنا مشكله في 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 الثقافه اللي تتعلق بالاشخاص. وهنا انا لا احدد الموظفين وانما كمستخدم وكمختص والى اخره. يعني بعض الاحيان تجد انه في اجراء بسيط، والخلون يعني اخذ العموم، لو نتكلم عن السياسه اللي تتعلق بالباسوردز او الكلمات المرور، هذه سياسه يعني ما في داعي حد ينشرها لانها معروفه خلاص، هذه سياسه واضحه يستطيع الناس يعرفوها. لكن لما نتفاجأ بمختص مثلا في تقنية المعلومات وقد يكون عنده هوية مثلا رمز وصول يعني أدمن، ونجد أنه الباسورد ماله مثلا من 1 إلى 9، يعني نجد أنه عندنا في فجوة ما بين الوعي، درجة الوعي اللي المفروض يكون عليها المستخدمين، و يعني الهاكر في الجانب الثاني، لأن الهاكرز أيضا عندهم اللي هي الـ يعني سياسة الهندسة الاجتماعية، سياسة تحليل السلوك البشري، فيعني يستطيعوا من خلال بعض الممارسات الخاطئة اللي يمارسها المستخدمين يستطيعوا الولوج إلى أو الوصول إلى كلمات المرور بسهولة. فإحنا لو طبقنا بعض السياسات العامة في كل هذه المؤسسات، يعني أنا أعتقد أنه راح نستطيع نجابه 80% من المخاطر. يعني معظم المخاطر يعني، وتحديد أنا باطلاعي ومعرفتي سواء بالحوادث أو بالتحليل الفني اللي قمنا فيها، معظم الأخطاء هي أخطاء بشرية غير متعمدة طبعا ولكن كارثية. فبالتالي أنا لازلت أقول أنه لا علينا أن يعني نركز على الكلتشر، علينا أن نركز على ثقافة المؤسسة، ثقافة الأفراد. هذه يعني أعتقد خط دفاع قوي جدا. في كثير من الناس يهملوه، وفي كثير من الناس يعتقدوا أن الجانب التقني يعني هو اللي هو المحور الأساس، بحيث أنك أنت if you are up to date في كل شيء معناته الريزيلينس عندك أنت فيرها. هذا ما صحيح، لأنه قد يكون عندك آخر التقنيات ولكن الوعي الموجود عند المختصين عندك ضعيف. وبالتالي يعني مثل أنا دائما أمثل يعني أقول أنه يعني مثل اللي يعمل بيت ووتر يعني بولت بروف جيت، يعمل لك يعني باب ضد الرصاص وضد، ولكنه الباب هذا مفتوح طول الوقت، إذا إيش الفائدة منه؟ يعني لما نجي ل اللي هو السوكس أو اللي موجود أو اللي يطبق، يعني السوكس أو مثلا مركز الدفاع مسؤوليته إنه يعني يحافظ على الميد سبيس، على الفار سبيس اللي هو النطاق المتوسط والنطاق البعيد، لكن النطاق القريب اللي هو داخل المؤسسة هو هذا الأساس، وهو هذا اللي يعني مثل ما تفضل المهندس راشد، هو هذا اللي المختصين داخل المؤسسة هم هذول اللي يكتشفوا إيش هي الأخطاء، إيش هو السجل الفني، من دخل ومن خرج ومن بقى. هذا لا يستطيع أي جهة حتى لو كان عندهم سوق، لا يستطيع الوصول إلى هذه السجلات. وبالتالي الدور الأكبر دائما يقع على داخل المؤسسة. أنا دائما أمثل، دائما أقول مثل دورية المرور. دورية المرور هي دورها إنها يعني في الشارع رايحة جاية، فهي تشوف الأخطاء، تشوف اللي يصير، لكن المقرصن أو المخترق لما يشوف الدورية يختبي، ولما تروح الدورية يقفز إلى المنزل، ما إن وصل داخل المنزل حتى لو مررت 10 دوريات ما يشوفه لأنه هو داخل المنزل. إذن من دور من الحين؟ دور اللي موجودين داخل المنزل، إنهم يتعرفوا هل في نافذة مكسورة، هل في باب مكسور، هل في شيء غير طبيعي داخل بيتي. إذن في حد المؤسسة هذه سواء الانسايت أو أي شركة تقدم خدمة السوكس لن تستطيع الوصول إلى مثل هذه المعلومات.
الله يوفقكم، وشكرا جزيلا مهندس راشد والأخوة الكرام، شكرا. هو حقيقة ليس تساؤل، مجرد فقط تعليق. شكرا جزيلا، استمتعت بالحوار. شكرا دكتور. أختي ريهام، ترى دكتور علي من أهل الفتوى في قطاعنا، فبوجوده هو إذا عندكم أي سؤال ترى استغلوا الفرصة، ما شاء الله ما بتحصلوا مرة ثانية. يعطيكم ألف عافية، مشكورين مشكورين. مشكور دكتور علي، شكرا جزيلا لمداخلتك، جدا very comprehensive. Thank you very much. طيب في مداخلات أخرى، في الأخ مازن. أخ مازن عندك مداخلة، تفضل أو سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك، تفضل. كيف الحال؟ عساكم طيبين. الله يحييكم. حقيقة أشكر الجميع، وبالذات بالأخص الدكتور علي سالم بيوشي والمهندس راشد السالمي، الله يعطيهم الصحة والعافية، جزاهم الله خير على التوعية والمعلومات الجميلة جدا منهم. عندي مداخلة بخصوص البنية التحتية للحماية من البيانات الشخصية. هل هناك تشريعات وقوانين مطبقة داخل المؤسسات الحكومية أو في القطاع الخاص؟ والنقطة الثانية، وهل يوجد أدوات للمراقبة والتحليل مع الهجمات، للهجمات السبرانية؟ والنقطة الثالثة، وهل يوجد سياسات مثلا للتوعية الأمنية في داخل المؤسسات، يعني مثل للموظفين والأفراد؟ وشكرا. زين، مرة ثانية أنا بحول الموضوع لهالاختصاص على أساس أنه هو مركز الدفاع الإلكتروني الأقرب لهذا الموضوع، ولكن نقطة واحدة اللي أقدر أذكرها، أنه فعلا في مرسوم سلطاني في الموضوع في حماية البيانات الشخصية، ويزاد إليه أنه في قوانين أخرى. يمكن الدكتور علي أكثر علما واطلاعا بهذه الأمور، ما أعرف دكتور، تفضل جاوب على هالسؤال. شكرا. هو انا هذا الموضوع اليوم موضوعك انت، انا ما اريد ادخل. زين، على راحتك. لكن طبعا اجابه على الاخ مازن، طبعا اكيد في هناك عندنا يعني دورات توعويه، في عندنا زيارات للمؤسسات كمركز دفاع، انا اتكلم طبعا، يقوم بزياره المؤسسات، يقدم العديد من المحاضرات التي تتعلق بالأمن السبراني، كما أنه أيضاً يوجد اللي هي أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم، واللي حقيقة هذه يعني الهدف من إنشائها هي بناء القدرات الوطنية. يعني بحكم اطلاعي على ما تقوم فيها الأكاديمية، يعني يمكن حتى رغم الجائحة ورغم الظروف، لكن استطاعت الأكاديمية أنها يعني تخرج في حدود 1000 يعني عماني مختص. لكن طبعاً هو برنامج تأهيلي يمتد تقريبا حتى 11 منهاج، وبالتالي يعني في مبادرة أيضا وطنية. لكن طبعا في المرحلة هذه كل المبادرات التي تختص بالأكاديمية هي مركزة على القطاع الحكومي، وبإذن الله إن شاء الله يعني نعتقد أن في توسع راح يكون هناك موجود، بحيث أنه يغطي يمكن بعض الجهات. لكن طبعا هي ما متاحة للطلبة، لأنه قد يأتي سؤال يعني هل الطلبة يستطيعوا في الوقت الحاضر أو في المرحلة الحالية التركيز على المؤسسات الحكومية يعني. لكن بالنسبة للتوعية هي حقيقة يعني موجودة للموظفين، موجودة للمؤسسات، ولكن أنا شخصيا يعني أنا دائما أعول على أنه الشخص هو مسؤول عن تنمية ذاته. حتى لو أنت عملت محاضرة أو جيت وزرت وزارة، يعني قد تعطيه يعني محاضرة ساعة، محاضرة ساعتين، تعطي الأطر الخارجية، الأسس وإلى آخره. لكن هذا القطاع وخصوصا بالنسبة للمختصين هو حقيقة قطاع يعني متغير، قطاع متسارع، وبالتالي يعني اللي هو التوعية الذاتية مهمة جدا جدا جدا. يعني هذه نقطة أنا دائما يعني أكد عليها. يعني في نقطة أيضا فيما يتعلق بالأمن السبراني، لما تكلم المهندس راشد وقال إنه في نقص، وفعلا في نقص اليوم في كثير من الناس يعتقدوا، يعني اسمحوا لي على هذا الطرح، هي وجهة نظر شخصية، يعتقدوا إنه كل شخص تخرج في 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 تخصص أمن سبراني أو تخصص كمبيوتر ساينس أو التخصصات الفرعية اللي هي تختص بهذا الجانب، يعتقدوا بأنه أصبح خبير. أنا حقيقة يعني لا أتفق مع هذا. يعني بالنسبة لي أنا شخصيا، العنصر الأول
عشان الشخص نستطيع أن نصنفه بأنه مختص في هذا الجانب لازم يكون لديه شغف عالي جدا في هذا الجانب. إذا لم يتوفر لديه الشغف فلن يكون مختص يعني متمرس أو يعني خلينا نقول مبدع في هذا الجانب. إحنا عملنا مسابقات، كان أظن أحد الأخوة تساءل عن لماذا لا يتم اهتمام أيضا بالشباب. إحنا كان في مؤتمر الأمن السبراني قبل تقريبا عدة شهور، وعملنا مسابقة اللي هي اسمها كاتشب ذا فلاج يعني عن طريق الأكاديمية، وحقيقة كانوا شباب يعني ممتازين، لكن العنصر الأساس اللي الجميع الشباب كان وشابات أيضا كانوا يتمتعوا فيه هو الشغف. فبالتالي هذا القطاع إذا لم يكن لديك شخص شغف فلن يكون مبدع فيه. هذه وجهة نظر الشخصية. شكرا. طيب هذا بعد ما عندي تعقيب بعد الدكتور، ما عدا أن أقدر أقول أن الشركات الخاصة أيضا أو الشركات الكبرى في عمان عندها برامج داخلية للتوعية بصراحة، يعني شفنا فيها تطور جدا جميل في الفترة الأخيرة، فموظفين والحمد لله بخير وعافية. ننتظر الحين المؤسسات اللي هي أقل أو اللي هي اللي تحتاج دعم من الأخوة، مشكورين طبعا بمركز الدفاع الإلكتروني والجهات المختصة الأخرى أنهم يدعمون بقدر الإمكان، بس في تحسن في هذا الجانب بالنسبة للتوعية. أعتقد إجابة كافية أخي، ما أعرف أنا جاوبتك صح ولا، طبعا مع الدكتور علي هل جاوبناك بشكل صحيح ولا؟ الأخ مازن جزاكم الله خير، ما قصرتوا، أحسنتم أحسنتم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. أتوقع أيضا من خلال هذه الإجابة تم تغطية سؤال المهندس غالب الذي تساءل عن شح البيئة العملية والمختبرات الأمنية التدريبية لأمن المعلومات، وأيضا تساءل عن السبب هل هو نقص القوة والموارد البشرية في هذا المجال أو سواء في الجامعات أو الكليات التعليمية أو الشركات المعنية. فأتوقع تمت الإجابة على هذا السؤال من خلال طرح أو جواب الدكتور علي البلوشي. طيب هناك مجموعة كبيرة ما شاء الله من الأسئلة، فطيب نأخذهم بشكل سريع. أتوقع إذا يناسبك المهندس راشد أو الدكتور علي نأخذ مجموعة من الأسئلة ومن ثم تجيبوا عليها قبل الزمن. طيب نأخذ سؤال من المهندس عبد الله العبري ومن ثم الأستاذ أحمد إسماعيلي. تفضلوا الدكتور أحمد إسماعيلي. تفضل المهندس. تفضل أحمد إسماعيلي. أول شيء أشكركم الأخ علي البلوشي والأخ راشد السالمي على هذا الطرح الجميل، استفدنا جميعا. عندي هنا سؤال خصوصا في اللي هي السك، لاحظنا أن فيه عقود لفترة معينة ممكن سنتين 3 سنوات، هل تشوفوا أن هذا الموضوع نوعا ما خطر؟ يعني العقود اللي هي المؤقتة لمدة معينة، يعني إذا خلص عقد بتحصلوا شركة ثانية، يجي شركة ثانية، هنا في خلل نوعا ما، هل تشوفون ان هذا الشيء خطر واجد؟ ليش ما يكون في عقد طويل المدى مثلا كان 10 سنوات 15 سنه، ليش عقود صغيره؟ هذا سؤالي، شكرا لكم. هذا بالنسبه للسوق التجاريه في الحاله تتكلم عنهم. شوف هو العقود في النهايه يعني العقد شريعه المتعاقدين، فالجهتين الطرف هم نشوف الاصلح له. نحن كمركز تجاري مثلا تقديم الخدمه ننظر الموضوع من منظور يخص انه يجب علينا مثلا تاهيل الاشخاص المناسبين للتعامل مع هذا الحساب، هذا العميل ان يستوعبوا البنيه التحتيه له واحتياجاته، وهذه قصه طويله تاخذ لنا 6 اشهر. بعدين بعد 6 اشهر تبدا تظهر الفوائد للعميل. بعد 6 شهور بدي يشوف أن فعلاً هذا الجماعة فاهمين بيئة عملي، عارفين يقدموا يسوي لي التحليل بشكل صحيح، يقدموا لي بيانات متناسبة مع حاجتي أنا. فالموضوع يطول، وبالتالي حنشوف 2 لـ3 سنوات منطقية أن نحن نبدأ مع العميل. عندنا عملاء على 5 سنوات ما في، لكن ما زدنا على 5 سنوات. 15 و10 سنين أعتقد كثير لعدة أسباب، واحد فيها أن التقنيات تختلف، إمكانات الشركات تختلف، يظهر لك لاعبين جدد في السوق، فتريد يعني يكون عندك فرص انك تغير بين فتره واخرى. ايضا القطاع نفسه ايضا قطاع متحرك بشكل سريع، القوانين تتغير فيه هذا، فصعب كثير ان نتوقع اكثر من 5 سنوات، ولكن خلينا نقول من 3 إلى 5 سنوات اعتقد مناسب.
من جهة جماعة التشريع والله ما أعرف، أنا أعتقد أن هم ينظروا لهذا الموضوع على أنه خارج إطارهم تماما، هو موضوع تجاري أكثر منه. ما أعرف إذا الدكتور علي عنده رأي آخر فيه. هو حقيقة كلام المهندس راشد أعتقد أجاب عليها، وأنا شخصيا يعني وهذا رأيي الشخصي أنه أيضا العقود القصيرة أيضا هي جيدة للمؤسسة أو للعميل على أساس أيضا يقيم الخيارات الأخرى، لأنه قد تكون اليوم شركة لو أخذنا بالفايف ستار يعني أو بالتقييم هذا اليوم فايف ستار، هي بكرة تنزل أربعة ستار في شركة أخرى، فهي أيضا لما تربط نفسك بعقد طويل الأجل أنت ما يسمح لك أنك أيضا يعني تتنقل ما بين شركة أفضل إلى شركة يمكن يعني أكثر إبداعاً، وبالتالي هي وأيضاً القطاع متغير، فأنا أشوف أنه العقد الثلاث سنوات كحد أقصى قد يكون هو يعني العقد المثالي في هذا الجوانب. شكراً أخي. تفضل. أيوة. حياك مرحبا مهندس، تفضل. أيوة مساء الخير، أول شيء معاكم المهندس عبد الله العبري، مهندس طيران اتصالات كهرباء إلكترونيات وأوتو نافيجيشن. طبعا قطاع السوفت وير عندنا كثير، الطيارة طبعا 80% من رحلات إقلاعها ونزولها مع التحكم الكنترول كامل بالسوفت وير، حتى لكل سوفت وير أصبح له بارت نمبر له أبديت. الآن فقط سؤالي، معظم الشركات تصير الآن على كلاود سيرفرز اللي ما كان متطرق على المهندس، بس يا ريت لو كان بس تلقي نظرة بسيطة على الكلاود سيرفرز من ناحية الكنترول and security of the cloud servers. معظم الشركات تقول خلاص أنا في الكلاود سيرفرز، بس كيف التحكم فيه، كيف نقدر نتأكد ان the cloud servers it meets our continuity of the business بدون any reduction ولا any deficiencies. بس تفضل. طيب اخي العبري جزاك الله بخير. قطاعكم قطاع قريب لي يعني كثير صراحه، انت بديت حياتي معكم ما جديد علي، ولكن نرجع لموضوع السوفت وير او الكلاود بيس سوفت وير كلاود بيس سيستم. الكلاود دائما التخوف من الكلاود له علاقه بخصوصيه البيانات. وش المقصود؟ المقصود مثل لما توضع فلوسك لدى طرف اخر، حتى لو كان بنك ما زلت انت متخوف على فلوسك في كل الاحوال، في فرق لما تكون تحت سيطرتك المباشره. فعموما الكلاود وضعها مثل وضع البنك، ممكن انت يعني لما تنظر لقدرات هذه المؤسسه، مثل تنظر لقدرات البنك في حمايه فلوسك، قدراته عاليه جدا، ولكن يبقى موضوع أن التحكم ما في البنك. البنك عنده تحكم كثير في متى يعطيك هذه الفلوس بأي عملة وكيف، وهذا وأيضا المشرع والقوانين لها دور في هذا الموضوع. بالنسبة لك أنت كمالك لهذه الأصول، تفضل دائما الأصول تكون عندك على أساس تكون عندك السيطرة الكاملة عليها، على أساس نأخذ مسؤوليتك بشكل كامل، وأيضا أقدر أسويها أعاملها بالطريقة المناسبة اللي تتناسب مع حاجات القانونية والإدارية. بالنسبة لقطاع الطيران، إذا تسألني من ناحية أمن، ما في أي مشكلة في 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 في, في أمن الكلاود، المؤسسات اللي تقدم الخدمة عن طريق الكلاود. هو كل المشكلة الأساسية في مدى الثقة اللي عندنا بيننا وبين بعض كطرفين، هذا واحد، واثنين في الميديم أو الجهة الوسطية اللي عن طريقها تنقل البيانات، اللي هو في هذه الحالة راح تكون الإنترنت. الانترنت فيه له مساوئ كثير معروف، في عندنا نقاط ضعف موجوده وكذا وكذا، لكن لها حلول في تشفير وغيره وغيره. فعموما القرار في التعامل مع الكلاود له علاقه باريحيه الطرفين. مره ثانيه، انا ما اعتقد ان في مشكله بنيويه في الكلاود، المشكله كلها قد تكون قانونيه، قد تكون مساله اداريه، قد تكون مساله تفضيل للمؤسسه نفسها، وقد تكون مساله عدم ثقة. يعني في حالات كثير هي عدم ثقة بيني وبينك، اللي بدأ اللي كان يحصل قبل سنوات في موضوع الكلاود يعني سبب أزمة في هذا الموضوع. كان أنت تروح توقع عقد مع شركة مثل جوجل، تلقى أن جوجل عندها مراكز بيانات حول العالم ماسكتها شركات صغيرة في السويد والنرويج وإيطاليا وفرنسا، أنت ما تعرف بياناتك وين.
تمام، ما تعرف خزنت في ألمانيا ولا في السويد، مع أن جوجل معطي لك ضمانات في هذا الجانب، يعني ما أنه يكون في إشكالية. لكن اليوم شو الوضع؟ يعني الخارطة أفضل بكثير، وفي مؤسسات حاولت تعمل لوكال كلاود في عمان، هنا شركات اتصالات يعني عندهم محاولات على الأقل، أو في خدمات معينة قدموها في المجال. وفي عندنا كولوكيشن سيرفيسز هنا في عمان أيضا قلل من وطأة الهم هذا. عموما من ناحية تشريعية، أعتقد إذا كان قطاع الطيران في بيانات تصنف كحساسة، فيكون خلاص الكلام عند دكتور علي وجماعة بيحكمونا مرة ثانية في السالفة. تفضل دكتور. شكرا. هذا يدل على انه الامن السبراني هو عملية تكاملية، لانه الامور تدخل في بعضها البعض. مركز الدفاع الالكتروني طبعا لازم ناخذ في بالنا انه الهدف من هذه الاجراءات التشريعية، اذا صح للتعبير عنها، هو حقيقة سلامة المعلومات. اليوم الأساس ترى هو المعلومات، كنز يعني لا يقدر لثمن. أو تجيك مثلا واحد يجي يطرح سؤال يقول الواتساب يشترى بكذا مليار، إيش الهدف منه؟ ترى إيش فيه؟ لا، فيه كمية هائلة من البيانات. أنت لما تكلم على البيانات اللي تخص الدول، في إحنا أيضا عندنا فجوة هناك حقيقة، أنا لاحظتها. عندنا فجوة بأنه للأسف المستخدمين لا يعوا يعني تصنيف البيانات، أو يعتقدوا أنه هذه البيانات هي بيانات بسيطة، فلما نجي ونقول والله لا هذه بيانات مصنفة لا يتم تهجيرها خارج عمان، يقول لك إيش هذه البيانات يا أخي، هذه معلومات بسيطة يعني ما فيها أي شيء. يعني يمكن لو ناخذ مثال بسيط، يعني ناخذ فقط الاسم ورقم البطاقة الشخصية ومش عارف البيانات الشخصية، هذه بيانات شخصية، يعني بيانات مصنفة نوعا ما يعني. فلما وهذه يمكن أقل شيء، يعني إذا ما استطعنا إحنا أن يكون عندنا سوفرنيتيز مال هذه المعلومات داخل عمان وسمحنا لها تهجر إلى خارج عمان، فبزر من 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 التحليلات البيج داتا أناليسز يستطيعوا يبنوا داتا بشكل كبير عن المجتمع، توجهات المجتمع، الحالة الاقتصادية، وهذه بيانات. يعني إحنا لا ننظر فقط على البيانات من منظور ضيق فقط، وإنما من منظور تكاملية البيانات، لأنه هذه البيانات تستطيع تبنيها مع بعض. قد تكون اليوم اسم، لكن مع البطاقة تبنيها تكد يعني ملف هائل عن الشخص. فإحنا هدفنا في مركز الدفاع، ونعمل أيضا في مركز الدفاع على يعني محاولات انه عدم تهجير البيانات خارج عمان. طبعا هذا ايضا ليس من السهل انه يطبق في يوم وليله، لانه ايضا في بعض الشركات ترتبط بانظمه قد لا تستطيع او لا يستطيع مقدمي الخدمه داخل عمان اللي يقدم الكلاود يعني يوفروا هذه البيانات. ولكن احنا شغالين مع المؤسسات بشكل يومي بشكل موضوعي، نسمح ببعض البيانات اللي نعتقد انه فيها مرونة يعني، لكن في بيانات خط احمر لا نستطيع ان نسمح فيها. هذا يعني مجمل ما استطيع اقوله في هذا الجانب. شكرا جزيلا. مشكورين اول شيء. بس لكل سؤال مغزى وهدف. هدفي اني ادخل السوفت وير اللي هو كنترول ذا فلايت، it can cause احيانا الى crashing the aircraft من ضمن الفلايت سيفتي within عمان اير سبيس. كل هدفي ان تلخيص control the data of the aircraft control during flight landing and takeoff cruise من ضمن الكنترول the cyber environment. هذا الهدف، وإن شاء الله بدينا بالخطوة الأولى للعدو المئة ميل. مشكور. دكتور علي، عندك هيئة طيران المدني شكله عندك شغل معهم في الحالة. الطيران المدني حقيقة يعني من الجهات أيضا اللي متواصلين معنا بشكل كبير يعني، وأنا أثمن دائما يعني تواصلهم مع المركز، لأنه مثل ما ذكرت في البداية هذا التواصل الهدف منه إنه we work together يعني عشان نحقق الأهداف اللي مرسومة. تحديات توجد يعني، لكن مهندس عبد الله يعني النقطة اللي دائما أنا أقول ذكرتها في البداية إنه
يعني لا تعتقد أنه جهة من خارج إطار الطيران بتعرف يعني ثقافة الطيران والحواجز اللي موجودة داخل عندكم أكثر منكم، فأنتوا يعني من تستطيعوا أن تحددوا البرايوريتي، من تستطيعوا أن تحددوا الريسكس اللي موجودة، ريسكس أسسمنت، هذا يعني حتى لو إحنا جينا من برا لن نستطيع أن نتعرف. يمكن المهندس راشد ذكر في يعني مضمون الشرائح اللي استعرضها، وكان واحد من التحديات شدني ما ذكر ويقول إحنا بعض الأحيان يعني إذا ما استطعنا نعرف يعني أو المعنيين في المؤسسة ما استطاعوا إنهم يجيبوا لنا المعلومات حول مثلا التوبولوجي، حول التحديات، حول، فإحنا عملنا بيكون مبتور أو بيكون ناقص. وهذا هي نفس الكلام أيضا ينطبق على كل مؤسسة. أنا مؤسسات بعض الأحيان يكتبوا يقولوا والله إحنا نريد نهجر معلومات وعطونا استثناء على أساس نهجر هذه المعلومات، أقول لهم أنا ما أستطيع أعطيكم إلا إذا أنتوا يعني بحكم معرفتكم بالمعلومات هذه استطعتوا أن تقولوا لي أن هذه معلومات مثلا غير مصنفة، وتعطوني نماذج بحيث أنه بناء عليها أستطيع أني مثلا أعطيكم موافقة مؤقتة بناء على هذه النتائج، لكن كذا بمجمل الغموض لا أستطيع. يعني نفس الكلام ينطبق عليكم، أنت ذكرت أنكم عندكم software ويتحكم في الطائرات واوا إلى هذه بحكم معرفتك بهذا القطاع. مثلا أنا لو قلت لي عندي software اسمه كذا يمكن قد أقول لك أنه لا هذا software عادي، لكن في الجانب الآخر ما عندي التفاصيل اللي هي اللي هي العميقة أو الديتيلز العميقة اللي يتعلق بهذا الجانب. فالأمن السيبراني دائما من وجهة نظري الشخصية إنه المؤسسة في وضع أفضل إنها تقول والله إنه في ريسك يعني مرتفع في هذا الجانب أو في ريسك متوسط في هذا الجانب، ويستطيع أي جهة ثانية لما تحاور معك قد يكون يسقطوا بعض المصفوفة من الكرايتيريا، يستطيع إنهم أنت وياهم تتفقوا على التحديات بشكل أكبر. مشكور دكتور، بس فقط لآخر معلومة ما بأطول، ما أريد أطول. طبعا أنا مهندس طيران خريج 84، الآن أنا I'm the head of safety and quality. طبعا السوفتوير من ضمن الأشياء الجديدة اللي جاتنا من حوالي من 10 سنوات أو 12 سنة. فقط للمعلومة 787 Dreamliner، البوينغ 787 الطير عليها 1500 software controlling the flight، 1500 part number software فقط للمعلومات. ونحن الحمد لله أهل الدار أدرى بمن فيها وأهل مكة أدرى بشعابها ونحن under control. بس أنا قصدي أن كسيستم نريد نضيف إلى عمان system of security حتى نتشارك بالسيفتي اوف ذا فلايت. مشكور يا دكتور ومشكور يا راشد. التوفيق حسن. في مشاريع بنية تحتية أساسية لأي دولة، وأنا متأكد في عمان في لجان متخصصة بهذا، قد يكون لجنة الطوارئ الوطنية هي الأقرب لهذا الموضوع، ولكن ما عندي علم في هذا الموضوع. عموما هم في قوائم معينة بأنظمة أو بنية تحتية معينة يجب حمايتها يعني بمستوى عالي. فأهل الفتوى إذا كانوا يسمعونا اليوم يمكن سبحان الله واحد منهم بيفيدك في هذا، لكن أنا شخصيا ما أعتقد أقدر أفيدك أبدا. تفضل يا أخي، أعتقد لك خميس كان ينتظر أو حد. نعم في. طيب بس بالنسبة لي على ضوء قبل أن ننتقل لأسئلة جديدة، دكتور علي أنت ذكرت موضوع تهجير البيانات والتشريعات الخاصة، بس في سؤال كان من الدكتور من المهندس غالب يقول على ضوء قرار مجلس الوزراء بخصوص تخزين البيانات، ما الآلية الجديدة المتوقعة لبعض الشركات المستمرة في تخزين البيانات الاحتياطية في بعض الدول الأخرى نظير اتفاقيات موقعة؟ أنت أجبت على جزء من هذا السؤال، ولكن هل هناك أي إلزام؟ هل تريد أن تضيف أي شيء؟ هو ما أستطيع أني أجيب على اتفاقيات موقعة، ولكن مثل ما قلت هو العمل يجري بشيء من التدريج وبشيء من عمل المرحلة، بأنه أيضاً احنا يعني نحاول اولا في شقين. يعني الشق الاول انه يجب ان يكون لدينا احصائيات بالمعلومات المهجره، وطبعا قبل اصدار مركز الدفاع الالكتروني والالزاميه اللي صارت بناء على هذا المرسوم ما حد يعرف ايش المعلومات اللي المهجره، لا توجد قوائم بالمؤسسات بالمعلومات المهجره، وبالتالي الوقت الحاضر كل مؤسسة ملزمة أنها تأخذ موافقة من المركز، تتواصل مع المركز ويرسل للمركز.
أولاً الهدف من هذا أن نعرف حجم المعلومات، طبيعة المعلومات المهجرة رقم واحد، والمرحلة التي تيجي بعد كذا أنه يعني نلزم المؤسسات أنه لا تهجر المعلومات. طبعاً إذا كان في اتفاقيات وفي كل حالة يعني سيتم التعامل معها على حدة وبناء على المعطيات اللي تدور حولها. هذا هو الموضوع. شكرا جزيلا، واضح جدا. طيب هناك مداخلات، قبل ان اخذ مداخله الاستاذ خميس بلوتي، هناك مجموعه من المداخلات من الاستاذ خلفان الطوقي. تفضل الاستاذ خلفان. اهلا وسهلا، مرحبا استاذ ريهام، وشكرا جزيلا لمجلس الفندي، وايضا شكرا للمهندس راشد، وايضا للدكتور علي. والله انا كتبت النقاط الثلاثه، لو تذكريهم افضل. طيب. لان انا في مكان شويه زحمه. طيب وليهم. شكرا جزيلا، مع السلامه. طيب بالنسبه لل القصد شويه لاثراء الحديث ويكون مفيد يعني هذه الحلقه تكون مرجعيه للطلاب اللي يريد يتخصصوا في الامن السبراني، وايضا نصائح للشباب اللي متخصصين في الاي تي والكمبيوتر ساينس والكمبيوتر انجينيرينج. هذا القصد، يعني انا عرفنا جلسه متخصصه، لكن ايضا لازم ما ننسى شبابنا المستهدف. وشكرا، مع السلامه. شكرا جزيلا. اذا النقاط فعلا مثل ما ذكرها هو بشكل سريع. النقطه الاولى اللي هي نصيحه لطلاب الدبلوم الذين يرغبون في التخصص الامن السيبراني. النقطه الثانيه النصيحه للطلاب المقبلين على دراسة تخصصات الاي تي بشكل عام للحصول على افضل فرص للتدريب والتوظيف، كيفية الاستفادة من هذه الفترة. والنقطة الثالثة اللي هي هل قدمتم استشارات، سؤال الدكتور علي، هل قدمتم استشارات للجامعات الحكومية والخاصة؟ فهذه كانت مداخلات الأستاذ خلفان. شكرا. طبعا يعني إذا كان في نصائح للسايبر وللكمبيوتر ساينس، فهي يعني أنا أعتقد إنه يعني الدراسة الأكاديمية شيء والدراسة البراكتيكال شيء ثاني. الدراسة الأكاديمية هي تعطيك الأسس اللي تستطيع من خلالها إنك أنت تتطور. ليس بالضرورة، من وجهة نظري ليس بالضرورة أنه لازم أنا أعمل بشركة عشان أنه يعني أخذ الجانب البراكتيكال. اليوم حتى على مستوى الإنترنت، على مستوى اليوتيوب، في مواقع وفي فيديوهات تعطيك يعني حقيقة كم هائل من البراكتيسز اللي ممكن أنت أونلاين، اللي ممكن يعني تستطيع أنك يعني ترفع من قدراتك في هذا الجانب. الدراسة الأكاديمية تعطيك أسس، لكن الدراسة العملية شيء آخر، هذا يختلف. فالطالب بنفسه، أرجع مرة ثانية على النقطة اللي أثرتها في البداية، هو الشغف. أيضاً التخصصات اللي هي سايبر سيكيورتي أو كمبيوتر ساينس أو يعني تخصصات فرعية نتوركينجز أو إلى آخره. اليوم وهذه أيضاً ليس في عمان ولا وإنما على مستوى العالم، في تخصصات اليوم حقيقة مسليدين. تجد يعني في التخصص يكلموك يدخلوا لك شويه الارتفيشال انتليجنس ويدخلوا لك مسمى الكمبيوترز، وهي حقيقه تجدها يمكن 20-30% تعطيك فقط يعني انتروداكتوري على جانب السايبرز وكذا، والبقيه كله بزنس. هذه التخصصات لا تصلح انها تكون للمختصين في السايبرز وفي الكمبيوتر ساينس وفي البروجرامينج في النتوركس. هذه تخصصات يعني غالبيتها تميل الى البزنس. فهذا الشخص لما يجي يمكن من الصعب انه ينافس شخص متخرج مثلا في الكمبيوتر ساينس ولا متخرج في السايبر سيكيورتي طبعا بمعناه العام. فايضا الطلب عليهم انهم يختاروا، لا ياخذوا بالاسم العام، وانما انا اشجعهم انه يشوفوا اللي هو الكوريكولمز، يشوفوا المواد اللي متاحه. هذه هي تعطيك تفصيل عن التوجه يعني اللي انت بتدرسه، السنه الاولى، السنه الثانيه، السنه الثالثه، والسنه الاخيره إذا كانت الدراسة تستمر لأربع سنوات. فهي على الطلبة أيضا أنهم يعني إحنا أيضا في الجانب الآخر إحنا شغالين بصفة قد لا تكون رسمية مع بعض المؤسسات في أنه أيضا نقوم بعملية تقييم للمناهج اللي تختص بالسايبر سيكوريتي. We give them advice بعض الأحيان، يعني إحنا
لو نظرنا للأكاديمية على سبيل المثال، أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم، أكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم يعني مبنية على أساس 20% هو فقط اللي هو الثيريز الجانب النظري، 80% هي براكتس، لأنك أنت اليوم تريد تخرج شباب عندهم مهارات، مهارات براكتس، لأن السايبر هو عبارة عن مهارات زائد شغف، الشغف هو الأساس، إذا كان الشغف موجود فالمهارات تلقائيا. يعني أنا يعني أستطيع أني أضرب مثال، يعني إذا كان الشخص عنده شغف ممكن يجلس في المكتب من الساعة 7 الصباح لحد 10 بالليل ما يقوم، ما عنده خبر، خلاص مدمن على العمل. لكن الشخص إذا ما عنده الشغف الساعة 2:30 3 الدوام منتهي بتحصلي خلاص يريد يطلع. هذا الفرق ما بين الشغف وما بين الجانب اللي هو يعني كتخصص. يعني فهي يعني انا يمكن اعطيت جمله من النصائح حقيقه يمكن صعب انك تجي وتوضعها في مثلا براكتس ولا توضعها في نقاط، لان هي صعبه جدا انك تعطيها. ما ادري اذا المهندس راشد عنده يعني تعقيب على هالجمله. انزين انا لا، تعقيب يكون خارج يعني بجاوب السؤال بطريقه غير مباشره، لانه في عندنا ايضا نحن نقدر ناخذ الحكمه من اللي يحصل مع الاخرين. لما نشوف معظم دول العالم الحين في توجهات اخرى بالنسبه للقطاع التقني، يعني في قطاعات مثلا في الطب والهندسه وكذا هذه تظل قطاعات تقليديه من ناحيه التعليم والتاهيل والتدريب، لكن قطاع امن المعلومات، قطاع تقنيه المعلومات بصفه عامه، قطاع غريب جدا، يعني هو مثل ما ذكر الدكتور يعني موضوع يعني معرفه تطبيقيه. المنهاج الدراسي يعطيك الحد الأدنى أنك أنت تقدر تعيش في هذا الجو فقط، أما أنك أنت تنجح فيه وأنك أنت تتقدم فيه هذه مسألة مهارات أساسية لازم تكسبها مع البراكتس. اليوم شركة مثل جوجل، قريتها آخر مرة، أعتقد عدد الموظفين جدد في جوجل نسبة الخريجين فيهم ما توصل 20%. والمقصود هنا أن جوجل ما هي مش أنه ما تريد خريجين، جوجل تقول لك انا اريد واحد متخصص في خلينا نقول الارتفيشال انتليجنس، ولكن خصوصا في تول معين او في عمليات رياضيه معينه تخص هذا الجانب. هذه وظيفته يوم من الصباح لليل، هذا الرجال يشتغل فقط على هذه المعادله الرياضيه، ما يشتغل على شيء اخر، تمام؟ بالعاده اشياء تخص النيورال نتوركس. لكن هذا تلقى فتجي تشوف تسوي اختبار لخمسين شخص يطلع لك واحد اللي فاهم هذا الجانب، فقط واحد. وهذا ليش تفهمه؟ فاهمه لأنه اشتغل فيه مدة سنتين، من كان في الكلية وما عاد في الدراسة وطلع وقام يسوي واحدة هذا، ولكن هو هذا الشخص الماسك اليوم حاله. زين، هذا الوضع بالنسبة لعمان غير وارد اليوم، لكن القطاع الخاص قد يعني حصل نفسه في هذا الجانب فترة قريبة جدا، خصوصا أن احتياجاتهم حقيقية وواقعية. اليوم انت عندك شخص مسؤول عن المعلومات، بكره مثلا خلينا نقول عندك شخص مسؤول عن في امن المعلومات، قسمته وخليت واحد مسؤول عن التعافي. تعال شوف لي شباب في عمان اشتغلوا في قطاع التعافي، مجال التعافي، يعني في كلهم كان مبرمج، كان يسوي كونفيجريشن نتورك مانجمنت، مش عارف ايش التعافي نفسه، هذا الريكفري قليلين اللي اشتغلوا فيه 5 6. طيب جيب لي واحد منهم الحين، قال لك هذا ما عنده شهاده جامعيه، اخذه ولا لا؟ في حال انا اضطر احل مشكلتي، لا باخذه، خلي الجانب الاكاديمي على صوب. ففي قطاع المعلومات خصوصا في كثير من هذه الحالات، ان نحن نضطر ناخذ شباب بغض النظر عن امكاناتهم الاكاديميه، ننظر اكثر شيء لامكاناتهم العمليه وقدرتهم على حل المشاكل الحقيقيه الموجوده معنا. فاتمنى ان الشباب في المستقبل ما يحطوا بس في بالهم ان انا اروح للتعليم الاكاديمي. اليوم التعليم مفتوح، مصادر التعليم مفتوحه، اون كلاود، عندك اونلاين ليرنينج، عندك ما شاء الله الشباب عندنا 5 و6 سنوات اليوم فيديو يعلموني. انا عندي اولاد اخواني صغار يعني يجيبون اشياء غريبه عجيبه انا ما سمعت عنها في حياتي، بس راح شافها في يوديمي وشافها مش عارف. فهذا الشيء يعني بيغير حياتنا بشكل كبير. فانا يمكن هذا التعقيد الوحيد من طرفي، انه ناحية التعليم ونظامي لا، نحن نستمر على نفس المنهاج بس ننظر للقطاعات اللي يحتاجها سوق العمل بالنسبة لنا نحن كأولياء أمور وكذا.
فطلبة مثلا او تشجيع الطلبه وين يروح في اي اتجاه، لا تشجعهم على التعلم الذاتي اكثر من اي شيء اخر. انا هذا في رايي. احسنت، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم. الاستاذ خميس البلوشي تفضل، وانا اعتذر منك. شكرا وهم. سؤالي للمهندس راشد، لاحظ كثير من روح الشركات والبنوك ان في سيرفرات يحطوهم في اماكن كذا مفتوحه، على سبيل المثال وين بيشربوا شاهي او يجهزوا قهوه. هل هذه نتكلم عن الفيزيكال سيكيورتي هنا، هل هذه الاماكن ممكن توصل عبر هذه الاجهزه الى المعلومات؟ وشكرا. اخي خميس، هذه الجريمه في حق البشريه. هو الموضوع ببساطه، لا هذا مخالف تماما لكل انظمتنا، يعني ما في احد في مجال امن المعلومات عموما بيسمح لك تشرب شاي وحتى تدخل الشاي في غرفه السيرفر يعني مقصود. نعم، وجود دخول شخص غير مصرح لغرفه الخوادم في اي مؤسسه، يعني هذا من التجاوزات اللي يحاسب عليه الشخص مباشرة. أولا هذه يعني عليها محاسبة إدارية، وقد يكون عليها محاسبة قانونية لعدة أسباب. أولا هذه أنظمة حساسة، أنت بالغلط طفيت المكيف، سويت أي شيء ممكن تودينا في دهن، تمام؟ هذا واحد، فما يدخل هذاك المكان إلا ناس معينين مخصصين مدربين، هذا أولا. وإذا أنت لازم تدخل لي هذه الغرفة، بالعادة تدخلها مع متخصص أو اللي هو مسؤول هذه الغرفة. هذه السياسات الطبيعية في هذا المجال. إحنا المتخصصين نفسهم الأدمن نقولهم لا تدخل غرفة السيرفر روم، اشتغل من مكتبك، ادخل ريموت، وهذا موظف عندنا، فما بالك واحد غريب أو خلينا نقول موظف قسم آخر يجي يشرب شاي في الغرفة مرة. فهذا لا طبيعي، هذه مخالفة كبيرة وفيها خطر كبير. بالنسبة وش يقدر يسوي؟ 100,000 شيء، ولو سحب كيبل واحد هناك يمكن يوديك مصيبة. الشيء الآخر لو حط USB يعني نسخ للبيانات إذا ما في ضابط كافية. في أمور حتى لو صور المكان واحدة هذا ممكن يكون مخاطر بالنسبة لي. فما أقدر أحدد وش المخاطر بالذات على هذاك الوضع، هذاك السيناريو، ولكن أنا متأكد سياسات هذيك المؤسسة تمنع تماما أن يدخل هذيك الغرفة أي شخص غير مختص أو غير مخول منه. فهذا باختصار افضل اجابه اقتنعت فيها اليوم، ولكن الموضوع خطير بكل الاحوال. شكرا لك راشد. شكرا جزيلا لكم. طيب بس نظرا لضيق الوقت نمر سريعا على ننتقل الى الشات بس لكي نغطي جميع الاسئله اليوم. في سؤال تركناه اتوقع من الاستاذ محمد محمود، يقول في ظل الحديث عن امن المعلومات نطرح سؤالا، من اين ناتي بالبرامج والتطبيقات المستخدمه في هذا المجال؟ ايضا هناك سؤال او مش مداخله من الاستاذ وليد الزجالي عن دور المركز في نشر التوعية بالمخاطر، وخصوصا انه في الآونة الأخيرة كثرت الهجمات الإلكترونية. وأيضا طيب غطينا أسئلة الأستاذ خلفان. طيب هناك مجموعة أخرى من الأسئلة من الأستاذة نورية العبري، فإذا ممكن نجاوب على السؤالين فوق ونستكمل لأنه هي عندها مجموعة من الأسئلة. هذاك تخصص الدكتور كان للمركز السؤال. شكرا. طبعا بالنسبه لسؤال اظن استاذ وليد حول دور المركز او في نشره كل خلينا نقول الجوانب فيما يتعلق بالجوانب التوعويه، طبعا يعني لدينا المركز ولدينا ايضا وزاره النقل ولدينا ايضا جهات اخرى، يعني كل يعمل في جزء. لما نتكلم عن التوعيه من وجهه نظر الشخصيه، التوعية داخل المؤسسة هي أيضاً دور الـ IT بشكل كبير. طبعاً هنا نتكلم عن التوعية العامة، وبالتالي يعني هذا الدور يبتدي من هنا فيما يتعلق بالمؤسسات، دور فيما يتعلق بالسياسات اللي ذكرتها موجودة، كيف نحافظ على المعلومات، كيف لما نطلع من الـ يعني نخرج من مكتبنا، كيف we log out. كل هذه أمور يعني عامة، ليس حقيقة، يعني يجب أن تبتدي من هناك. دور أيضا قسم أمن المعلومات في المؤسسات كيف يتابع تطبيق هذه السياسات، يعني فهي هذا جانب توعوي. المركز قائم بهذا الجانب مثل ما ذكرت سابقا وأجبت عن هذا
عن هذا السؤال من خلال أيضا زيارة المؤسسات، من خلال التدقيق على المؤسسات، قائم بهذا الدور وفق طبعا المرسوم السلطاني اللي صدر في 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 هذا الجانب. أعتقد كان هذا سؤال وليد أعتقد الزجال. وكان في سؤال يخص البرامج الحماية أعتقد هل هو القصد التجارية والمفتوحة المصدر، ما أعرف لكن الدكتور عندك الموضوع. نعم، هو أنا أعتقد إذا كان يتكلم كيف إحنا نستطيع أن نجيب أنظمة. طبعا أنا أعتقد أنه يعني يمكن قد أكون أنا أريد أوضح نقطة، إحنا نتكلم عن برامج وأنظمة ونتكلم عن ربط بالإنترنت. إذا كانت البرامج هذه ما مرتبطة بالإنترنت والشبكات ما مرتبطة بالإنترنت، فهنا يعني الريسك يكون very low أنه يتم اختراقها، لأنه هذه طبعاً أنظمة تشتريها أنت من شركات معروفة، من أوراكل، من whatever، يعني هذه يعني already مثل ما يقولوا يعني معطايا الضوء الأخضر. لكن إحنا نتكلم عن الإجراءات اللي هي تجي بينك وبين الإنترنت، هذه الإجراءات اللي دور المؤسسة إنه يعني تطبقها تتابعها، هي ما فقط التطبيق، وأن المتابعة يعني مثل يعني لما يكون عندك بوابة وفيها بار وده أنت رجل هناك حارس، من يدخل ومن ما يدخل، هذا هو الدور اللي المفروض إنه المؤسسات تقوم فيه. فيما يتعلق بالمتابعة العامة، طبعا لدينا أيضا الجهات الأخرى، يعني مركز الدفاع دوره أيضا إنه يكون بعملية المتابعة العامة اللي هي في النطاق المتوسط اللي هي ما بعد المؤسسات، يعني وهذا دور أصيل يعني في 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 فيما يتعلق بأن مثل ما ذكر المهندس راشد، هي فترة الرصد والمتابعة، هذه هي أيضا لحماية المؤسسات. أما إذا كان يتكلم عن البرامج والأدوات والبرامج المتعلقة بالسيكوريتي مثل الأنتي فايروس، هذه طبعا في تصنيفات لها وفي يعني رينجز كبير، هذه يعني ما نستطيع وي أدفايس على واحد غير عن الثاني، سواء المكافي أو كاسبورسكي أو غيره، هذه موجودة يعني. وقد يكونوا الشركات مثل إنسايت وغيرها في وضع هم هذه يعني المجال اللي يستطيع انهم يعني they give advice يعني او consultancy في هذا الجانب. تمام، شكرا جزيلا لكم. طيب في سؤالين مرتبطين ببعض ممكن ناخذهم مره واحده. السؤال الاول من سعادة خميس الكيومي يقول: السلام عليكم، سؤالي بخصوص اذا كان هناك قسم امن معلومات وقسم امن سيبراني في مؤسسه، فكيف يتم تقسيم المهام والعمليات من وجهه نظركم؟ وايضا بخصوص كيف بإمكان العمل على تكاملية SOC، أمن الشبكات والأنظمة والبيانات والتطبيقات بين الفرق المختلفة؟ طيب، في سؤال قد يكون مشابه له، أوكي، من جهة أخرى، اللي هو كيف يتم التعامل مع المؤسسات التي لا تتبع قرارات ثقافة استقلالية قسم أمن المعلومات عن قسم تقنية المعلومات؟ عدم الإقرار في اتباع اختصاصاتها أو قرارات كمكتب تابع لرئيس الوحدة أو القرارات الأمنية حالة الحاجة لموافقات إدارية. فإذا ممكن تسلطوا الضوء على الطرحين. نعم، شكرا. طبعا فيما يتعلق بأمن المعلومات، يعني موجود في هذه الأقسام، يوجد كتيب بالمهام المطلوبة من هذه الأقسام، يعني والدور اللي يقوموا فيه موجود في المؤسسات ومعروف أيضا. يعني لا يعني احنا نبتعد، يعني الاي تي يجب ان تكون مختلفة عن أمن المعلومات. وأيضاً مثل ما أشار المهندس أنه في قرارات من مجلس الوزراء أنه هذا القسم أو هاي الدائرة يتبع رئيس الوحدة ويعني يتابع أو يدار مباشرة من رئيس الوحدة، لإعطاءه أيضاً الاستقلالية من جانب عن تقنية المعلومات، ولإعطاءه أيضاً اللي هي التبعية المباشرة حتى يقوم بمهامه، فهذا موجود. فيما يخص السؤال اللي ذكره الأخ في أنه إذا كانت بعض المؤسسات لا يوجد لديها أو لم تلتزم، خلينا نقول، بقرار مجلس الوزراء في هذا الجانب، هذه طبعا يعني مرة ثانية نرجع ونقول ثقافة، يعني طبعا في توجيه من مجلس الوزراء، وأنا أعتقد أنه الجميع يعني ملتزم بهذا التوجيه، لكن يعني يمكن الاختلاف فقط هي إحنا لما نتكلم عن من هو الشخص المناسب اللي يكون في قسم أمن المعلومات. يعني اسمحوا لي على هذه المداخلة،
لا نستطيع أن نجيب واحد خريج جامعة ونقول له تعال، يعني حتى لو كان يعني من النخبة واللي عندهم، نجي ونقول له أنت تدير أو أنت تمسك هذا القسم. أنا من وجهة نظري أنه اللي عملوا بقسم الأمن المعلومات يجب أن يكونوا خرجوا من تقنيات المعلومات، كانوا مبرمجين سواء في الشبكات، عندهم الخبرة اللي يستطيعوا أنهم أيضا، لأن هم دورهم تدقيق ومتابعة. فإذا كانوا هم يعني مختصي التقنية المعلومات، المعرفة اللي عندهم تقنية والمعرفة الفنية عالية، وهذول المعرفة عنهم متدنية، فيعني قسم أمن المعلومات لن يستطيع أن يقوم بمهامه. طبعا it's not easy مثل ما يقال، أنك أنت أيضا هذه تجيبهم من السوق، لأنه أيضا إحنا في هذا القطاع عندنا تحديين. التحدي الأول استقطاب الكفاءات، لانه ايضا خلينا نقول الانسنتيف اللي تقدمه الجهات قد لا يعني لا يلبي مطالب هذول الاشخاص. والشيء الاخر استمراريه الاحتفاظ بهذول الكفاءات. هذول تحديين يعني ما فقط في عمان، وان في كل في 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 كل مكان يعني. لكن اعتقد انه اتوقع باذن الله من خلال تضافر الجهود انه الكفاءات هذه راح تتوفر، لانه يعني ما بالشكل اللي هو الكبير، لأنه أيضاً في ديماند عليها. إحنا نتكلم عن الجهات الحكومية، في ديماند في القطاع الخاص، في ديماند عند شركات اللي تقدم الخدمة، لأنه إحنا اليوم إحنا قاسين أيضاً نشد عليهم هذول الشركات، واضعين هناك كرايتيريا على أساس يقدموا خدمات الأمن السبراني، إيش المواصفات الفنية المطلوبة، نسب التأمين اللي موجودة، لأنه أيضاً هذه مواصفات يعني أنا أتمنى يعني لما تكون عندي مثلا مؤسسات سيادية ما ممكن أجنبي يروح ويدخل في هذه المؤسسات، لازم يكون عماني وعماني أيضا مطلع وعماني عنده. فهي جملة من الإجراءات اللي يعني تحكم الموضوع. وفي النهاية هي ثقافة المؤسسة. أنا قد يكون لما يكون رئيس أو قمة الهرم في المؤسسة يعني يؤمن بالجانب التقني وثقافته عالية ويعني يتبنى هذا الموضوع، تجد المؤسسة كلها ما شاء الله ثقافتها يعني تختلف. لما يكون رئيس الوحدة يعني نوعا ما يعطي هذا الجانب اللي هو الأولوية القصوى، فتجد أيضا في تباين أيضا بناء على هذا الجانب. لكن في المجمل أنا أعتقد أنه حقيقة في نقلة نوعية كبيرة لاحظناها في أقسام المعلومات في المؤسسات الحكومية بشكل حقيقة، يعني نعتقد أنه خلال السنوات القادمة القصيرة يعني we'll be in the right place. شكرا. شكراً جزيلاً. طيب الأخت نورية تقول: هل مركز الدفاع يدعم دراسات مخاطر المؤسسة؟ وهل يسمح للمؤسسة لمسح الثغرات بشكل دوري من قبل فريق الأمن السبراني من قبل الشركات المقدمة لخدمات الـ SOC؟ هو طبعاً هذا البنتست كما يطلق عليه، والتحليل الفني. طبعاً إحنا لو دخلنا وقمنا بنعمل التحليل الفني المهندس راشد بيشتكي علينا، يعني لأنه أيضاً هم معطيين يعني طالبين هذه الصلاحيات، وإحنا وضعنا لهم شروط قوية. فبالتالي مثل ما ذكر هو في مجمل في مضمون الشرائح، إنه الشركات هذه معتمدة بناء على كرايتيريا، بناء على موافقات، وبالتالي قائمة موجودة. هذه المؤسسات يجب أن ترجع إلى هذه الشركات عشان تطلب منهم يقوموا بهذا الخدمة. يعني مركز الدفاع حقيقة هذا ما دوره، وإنما دور الشركات يعني. وبالتالي يمكن النقطة اللي نورية كانت تسأل عنها، مركز الدفاع يعني كما يعني دوره أنه يتعامل مع الحوادث، طبعا إذا صارت حوادث. لكن فيما يتعلق بالبنتست، التحليل الفني، يعني تعرف على الثغرات، إغلاق هذه الثغرات، هذه متروك للشركات المختصة اللي تم اعتمادها لتقديم هذه الخدمات. شكرا جزيلا لكم. نحن تجاوزنا الوقت، ولكن هناك مداخلة أخيرة للأستاذ أو الأخ عبد الرحيم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عندي سؤالين يتعلق بالمثل ما قلتوا عن الصلاحيات كمؤسسة، مثل مؤسسة حكومية ولا مؤسسة قطاع خاص، هل هناك سياسات وبنود تشريعات قانونية للصلاحيات، الصلاحية معينة للموظف؟ مثلا كموظف ينوب عن مدير، عن مديرة، مثلا عن مسؤول قسم. هناك طبعا بعض الصلاحية تعطى حاله كصلاحية مؤقتة، هل يوجد هناك أي سياسة قانونية لهذه النقطة؟
والسؤال الثاني بالنسبة للثغرات الأمنية مثل ما تطرقنا العالم، يعني مثل جوجل والأبل، هي تنشر عن أي ثغرة تحدث، يعني مثل في الخل في مثل ما تقول في السوفت وير، ولا مثلا في الأنظمة، ولا في شركة تابعة معينة. يعني ليش لماذا اليوم يعني في نحن في السلطنة كمركز دفاع إلكتروني تقوم بنشر أو توعية عن هذه الثغرة وكيف تتعامل معها، مع سواء كانت أفراد ولسه كانت مؤسسات ولا كانت موظفين؟ لذلك لأن لتجنب أي خطر سالب الأجهزة أو أي خلل ما، فليش ما يكون هذه استراتيجية توعية عامة للناس تطلعوا عليها؟ وشكرا. ما ادري المهندس راشد بده يجاوب ولا تريد انا؟ لا، هو الجواب بيكون عندك. انا بس اعتقد انا بموضوع الصلاحيات بس اريد اشير لاخ رحيم، اعتقد في خلط هنا في الموضوع. بالنسبه لصلاحياتك كموظف هذا تحت نظام الخدمه المدنيه، وصححني اذا كنت غلطان يا دكتور، ممكن قد يكون هناك في قوانين العمل او الخدمه المدنيه اللي هي تكون اقرب لموضوع الصلاحيات، من ينوب عن منه في اي ظروف وكذا. بالنسبه للصلاحيات ولوج للأنظمة الإلكترونية، هذا في العادة موضوع داخلي. ما أعتقد في أي جهة تكون عندها اهتمام أن هي تحدد شو اسمه آليات التعامل مع هذه الصلاحيات، فيما عدا قد يكون أنه قد يكون في إلزام بأن بعض الصلاحيات تبقى عند رأس الهرم، ما تطلع عن خارج كذا، إذا كان في حاجة لهذا على أساس المسؤولية القانونية. بس ما أعتقد في شيء. وغير كذا بالنسبة للثغرات الأمنية والتوعية فيها، بعد مره ثانيه هذا ما انه مهمه ثغرات جوجل على جوجل نتعرف فيها، ثغرات مايكروسوفت على مايكروسوفت نتعرف فيها. نحن في العاده يعني سواء كشركات قطاع خاص او المشرعين حسب فهمي، دائما الهدف ان نحن نخلي المستهلك واعي ان هذه الثغرات موجوده وتظهر باستمرار وتحتاج الى يعني برنامج داخلي فعال لمعالجتها والتعامل معها طول الوقت. إذا عندك القدرات الداخلية حياك وسهلا توكل على الله. إذا ما عندك قدرات داخلية فعندك خيارات أنك تتعامل مع شركات من القطاع الخاص أو استجلاب أدوات إلكترونية آلية بتساعدك في هذا الجانب. في موضوع حل الثغرات بس هذا يعني مجال نحن نشتغل فيه بشكل كبير، فأنا يمكن عندي سوء فهم لسؤالك، ولكن إذا كنت فاهمك صح أنت تسأل ليش الثغرات الأمنية ما يتم التوعية فيها؟ فمش للعامة، للمتخصصين في العاده العامه عليهم يعرفوا انه لما يجيك ابديت في الموبايل في الابل قول موافق، لما يجيك ابديت في جوجل على طول قول موافق، لا تاخر هذا الموضوع على اساس جهازك ما يكون معرض للهجمه. اما غير كذا ما نحتاج نوعي كثير اكثر من كذا في هذا الموضوع بالنسبه للعامه. فبخلي ما اعرف الدكتور عنده اي تعقيب هنا. انا اشوف السؤال مبهم شوي، ما قدرت. بالنسبه للسؤال الاول طبعا المهندس راشد اجاب عليه، الصلاحيات والبريفليج اللي داخل المؤسسه هذا متروك خلينا نقول الادارات اللي موجوده المتوسطه العليا بناء على الاحتياج يعني. لكن ايضا من المهم جدا ان ما نعطي الشخص اكثر من صلاحيته، لانه ايضا يعني لاحظنا بعض الاحيان انه قد يكون شخص صلاحيته انه فقط يقرا كذا كذا، معطاه يقرا ويطبع ويلغي و و و وقد يكون يعني يكون ببراكتس غلط يعني ان انتنشن غير مقصود يعني، وبالتالي لانه يعطي صلاحيات اكثر من نفسه. هذا الكلام ايضا ينطبق حتى على الاشخاص اللي يشتغلوا في الاي تي، بعض الاحيان ممكن يعطوهم فول ادمن بريفليج وهم ما بحاجه اليه، فهذا الفول ادمن بريفليج قد يؤدي الى 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 القيام باعمال يعني تضر المؤسسه، فهذا متروك للمؤسسه يعني في هذا الجانب. المهندس راشد اجاب عليه. بالنسبه للمركز الدفاع ذكرت انت لماذا لا يقوم المركز باصدار، المركز يقوم باصدار، لكن حقيقه هذه فيما يتعلق بالثغرات، هذا التذكير لو صح للتعبير هو تذكير يعني فقط من باب التذكير، والا وما يفترض فيه هو انه تقنيات المعلومات يعرفوا ايش الفيرجنز اللي موجود عندهم، وبالتالي اذا في باتش نزل يعني نسخه محدثه يقوموا بعمليه التحديث. يعني هذا اللي نتمناه، ولكن مثل 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 ما ذكر مهندس راشد بعض الاحيان قد لا يتوفر على دا هذول الاشخاص الاكسبرتي، وبالتالي قد يكون في هناك اس ال اي يعني مع شيء من الشركات اللي يعني يسند لها هذا الجانب. لكن ايضا هناك بعض الاحيان يعني قد يكون مشكله انه قد يكون
في عندي أنا اتفاقية مع مؤسسة أنها تقوم بالتحديث، ولكن لا أنا أتابعها كمختص بالآي تي ولا الشركة في الجانب الثاني تتابع معي عشان تسوي الأبديت. ونتفاجأ بعد 4-6 سنوات أنه اليوم إحنا شغالين على يعني مثلاً فيرجن 12 لكن لا زالت المؤسسة أو هذه الجهة شغالة على فيرجن 7. طيب وين أنتوا على هذا السنوي الباتش اللي صار؟ لأنه ما في متابعة ولا في شيء. متى يصير؟ متى هذه الأمور تتكشف؟ هذه الأمور تتكشف لو لا سمح الله صارت هناك حوادث. فلما تيجي أنت تعمل عملية اللي هي الانفستيجيشنز والتحليلات الفنية اللي ذكرت وتبتدي أنت يعني تحصل هذه الأمور. أنا أكد لك لو المؤسسات، طبعا هي يقصد بالمؤسسات الحكومية والخاصة وحتى الأفراد، لو المؤسسات والأفراد قاموا بعمليات التحديث، أنا أعتقد يمكن 80% إذا يمكن نسبة 90% من حوادث الاختراقات حقيقة راح نتفادأها بشكل كبير جداً جداً. يعني من يومين أظن مايكروسوفت أو أبل أصدرت تعميم أنه يا جماعة الخير ترى في عندي ثغرة وإذا ما حدثتم ممكن نخترق عن هواتفكم وواء. يفترض أن كلنا مباشرة نعمل تحديث، لكن في ناس ثاني يعتقدوا، لديهم اعتقاد في ثقافتهم أنه هذا التحديث معناته بيخرب تليفوني. ما صحيح، التحديث هو عبارة عن سد ثغرات تم اكتشافها. طبعا هذا لا يعني أنه لا يوجد ثغرات، يوجد ثغرات لكن لم تكتشف لا من الفريق اللي هو المعني ولا من الفريق المقابل اللي هو المخترق على سبيل المثال. شكرا جزيلا. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. ونصيحة أخيرة سيبرانية من دكتور علي والمهندس راشد، تفضل ونختم بها هذه الجلسة. أنا اليوم اسمحوا لي أخذت الـ يعني أنا مشارك فقط مستمع، لكن وضعتوني في فوهة المدفع. يعني أنا يعني النصيحة بتركها للدكتور راشد. أنا اللي أتمنى أقول في هذا الجانب هو الشغف. أنا أتمنى الأشخاص اللي في يريدوا يرفع من قدراتهم ومهاراتهم لازم يكون عندهم حب وشغف في هذا المجال. إذا لم يتوفر عنصر الشغف يعني ممكن يكون الشخص جيد ممتاز لكن ما راح يكون بنفس كفاءة الأشخاص اللي عندهم الشغف في هذا الجانب. الأمن السيبراني هو عملية حقيقة يعني ترتكز على عوامل كثيرة فنية تقنية تشريعية وبشرية. فيما يتعلق بالبشرية، الجوانب البشرية أنا أعتقد هي الثقافة والقراءة، وعلينا أن نثقف نفسنا في هذا الجانب، خصوصا في عندنا اليوم فجوة ما بين الجيل الحالي اللي أنا أسميه جيل تقني بحت، تليفونات وما شاء الله عليهم وسنابات ويدخلوا بشكل يعني كبير، فجوة ما بينه وما بين آبائه. الآباء نوعا ما تجد حتى لو كانوا تقنيين، أنا أتكلم عن نفسي يعني شخص تقني ومختص، لكن أعتقد أن عندي فجوة في هذا الجانب مع أبنائي. إذا ما قريت يوميا وبراكتس وأجلس أحسهم بيتقدموني بشكل كبير. يعني هذه نصيحة عامة، وأشكركم على حقيقة على إتاحة الفرصة لي أني أشارك، برغم أني أنا اليوم داخل فقط كمستمع يعني. وأعتذر من المهندس راشد، قد أكون يعني تدخلت في بعض الأمور اللي يمكن ما تعنيني، فمنكم العذر جميعا. لا والله دكتور، نحن محظوظين اليوم حصلنا حد من أهل الإفتاء في هذا القطاع، لأن في أشياء ما كنت بقدر أجاوبها بأمانة، وجودك اليوم جدا ساعدة. عموما هو كان موضوع اليوم كان عن موضوع المراقبة الأمنية السيبرانية، المراكز الأمنية السيبرانية. وهذا الموضوع نحن يعني أنا كشخص ونحن كشركة أيضا تركيزنا كان كبير عليها في الفترة الأخيرة لأسباب أهمها أنه نحن اكتشفنا يعني كنا نشوف كثير من عملائنا يقاسوا في التعامل مع الهجمات في أرض الواقع. وش المقصود هنا؟ بعض العملاء أنا والله من أفضل الناس في مجال من ناحية الحماية والدفاع، يعني اشتغلوا بشكل جيد، عندهم ميزانياتهم صحيحة، حاولوا قدر الإمكان إن هم يعني يوضعوا أفضل الحلول لحماية أنظمتهم. ولكن لما جات على مسألة العمليات الأمنية كان عندهم تقصير، وهذا التقصير نتج عنه أنه لما تحصل عنهم هجمات ما يعرفوا أصلاً عنها. ولما يجون يكون الوضع متأخر كثير، يعني يمكن الدكتور علي فاهم، نحن نتكلم عن أي أفضل الحالة. في عملاء يعني عندهم الجاهزية، عندهم كل شيء، إلا اللهم أنه ما كان عنده علم بوقوع الهجم. وهذا عاد أنت كأنك سويت عشاء وما أكلت، كذا باختصار اللي سويوه أنه بنوا ولكن
ما استفادوا من هذا من هذه البنية في وقتها لما جاء الوقت الصحيح لها. فنصيحة فيما يخص موضوعنا اليوم، يعني أما معلومات أهم كبير، ولكن خلينا نشوف العمليات السدرانية فقط. نصيحة كبيرة أن للأطراف والجهات اللي ما نظروا لهذا الجانب أن ينظروا، لكن الأحوال مراكز العمليات السبرانية في العادة تكون هي عيونك في بيئة العمل مالك، هي عيونك اللي تشوف على السكيورتي، هم الحراس اللي توقفهم عن باب البناية مثل ما يكون في العادة في العالم الخارجي. فطالما أنك أنت على علم بالنجاس يحصل في مؤسستك، معناته راح يكون عندك قدرة أنك أنت تجابه وتستجيب لأي هجمات تحصل عندك. فالنصيحة كل النصيحة لكل المسؤولين أنهم ينظروا لهذا الموضوع بشكل جيد. وبالنسبة للأخوان اللي هم مستهلكين لتقنيات المعلومات، أتمنى أن معرفتهم بهذا الجانب يعطيهم شوية تطمين، أنه يعني في ناس يتابعوا بياناتك ما مخلاها في السائل. يعني الحمد لله في ناس شغالين طول الوقت أنهم يحموا بياناتك ويراقبوا شيء بسيطة. فشكرا لكم جميعا على الحضور وعلى الاستماع. تفضل يا أختي ريهام. شكرا جزيلا ضيوفنا الكرام. وصلنا لنهاية جلستنا اليوم، نشكر المهندس راشد على العرض والشرح الوافي، والشكر لك دكتور علي على مشاركتك وإثرائك للجلسة اليوم، والشكر لكم ضيوفنا الكرام على أسئلتكم ومداخلاتكم المميزة. نلتقيكم السبت القادم إن شاء الله في جلسة مع جلسة والضيف جديدين. شكرا لكم وإلى اللقاء. في أمان الله. شكرا.